ابعت لي الرابط كمان إلي مشان طبعا اكيد. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الجهر بالالحاد لمن استطاع اليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا اليوم حلقتنا هي الثانيه في سلسله اخطاء القران مع نبينا الغالي سامي الديب. خلونا بالبدايه نرحب فيه. اهلا وسهلا فيك نبينا. اهلا بك اخي الفاضل، واشرب على صحتك وعلى صحه جميع المشاهدين والمشاهدات. ففي الخمر الحقيقه، اللي يشرب ما بيقدم. اوكي، شكرا على استضافتي نبينا. على صحتك، على صحتك نبينا. طبعا كلاتنا بنعرف انه لا يوجد في الاخطاء في القران، والقران منزه عن كل شيء. فانت طلعت لنا الاخطاء، يا ريت المحاضره معك وتفرجينا اخطاء القران. تمام. الهدف من هذه الصفحه، اعيد واكرر، من هذه الحلقة أعيد وأكرر، ليس إثبات أن القرآن هو كتاب بشري، فهذا أمر مفروغ منه. التوراة والإنجيل والقرآن هي كتب بشرية، فلا ينزل من السماء إلا المطر والنيازك وبراز الطيور. مش ضرورة نكرر الأمر، يعني يكون واضح. وأوقات طيارة بتقع من السماء، يعني حادث يعني يؤسف له. القرآن يدعي أنه كتاب بلسان عربي مبين، والمسلمين يعتقدوا أن هذا القرآن ليس فيه أي أخطاء. طبعة العربية للقرآن، في طبعة العربية للقرآن اللي ممكن تحملوها مجانا أو تحصلوا عليها من خلال موقع أمازون، وصاضع الروابط بعد ذلك تحت الشريط بعد انتهائه. بيّنت أنه هناك ما لا يقل عن 2500 خطأ، 2500 خطأ. وأحدد هنا، ليس أخطاء علمية، لأنه هذا ليس مجالي، ولا أريد أن أدخل في الأخطاء العلمية. موضوع الإعجاز العلمي هذا كله هراء على رأيي، وهذا لا دخل لي به. لكن أنا يهمني هي الأخطاء اللغوية والإنشائية، أو النحوية والإنشائية، مثل ما تريدوا، بس يعني هي أخطاء باللغة، باللغة وبتنظيم الكتاب. أهم هذه الأخطاء على الإطلاق هو ما يسمى بالالتفات. والالتفات هنا هي كلمة للتحايل من قبل المفسرين حتى يبرروا أخطاء القرآن. ماذا يعني الالتفات؟ أولا، الكتب الإسلامية تقول الالتفات هو شكل بلاغي، وعند المسلمين في الواقع كل شيء هو بلاغة عندهم، حتى الأخطاء اللغوية هي إعجاز لغوي وبلاغة. فكل شيء عند العرب صابون، وكما يقال الكرد في عين أم غزال. طيب، ولا يمكنهم أن يقولوا عكس ذلك، ومن يقول عكس ذلك يعرض نفسه للقتل أو الإقصاء. يعني إذا أستاذ جامعة يقول لطلبته، يعلم في طلبته كتابي ويقول إنه هناك أخطاء لغوية، فيعني هذاك صاحبنا يعني كان لازم يودع أهله، يعني هذيك الليلة مش حينام في السرير، هذيك الليلة يعني حيصير في مصائب. وأي جامعة عربية أو إسلامية تقبل طالبا أو أستاذا جامعا يقول بأن الالتفات خطأ، يعني مش موجود، ما ليس هناك أي جامعة تقبل بفكرة إنه هناك أخطاء في القرآن، لأنه وجود خطأ واحد في القرآن ينسف الاعتقاد الإسلامي أن القرآن هو كتاب إلهي، والله حسب رأيهم بيعرف كويس اللغة العربية. هو ما بيعرف إلا العربي، لكن هم بيقولوا يعني هذا مش ممكن، الله يغلط، وإن غلط معناته مش من الله، يعني المعادلة سهلة. وجدت خطأ يعني أن الإسلام باطل من بداية لآخر. لهيك عندما أدخل في نقاش مع المسلمين يبدأون دائما بعبارة ليس في القرآن أخطاء، وأنت تعرض عليهم 2500 خطأ،
حتى ولا بيدخلوا في نقاشات، لأنه هو مفروغ منه عندهم. القرآن مش ممكن يكون فيه أخطاء، هذا السبب. يعني حتى هو لو شاف الأخطاء حيقول الخطأ في عقلي مش بالقرآن. نبينا تفضل. هون بيخطر للواحد سؤال، يعني هلا في كتير أخطاء واضحة، يعني وضوح الشمس، وبيرجع بيقول لك إنه الخطأ بعقلي، شو السبب يعني؟ بصراحة يعني هلكونا المسلمين بهالتعنت هذا. بطبيعة الحال، بطبيعة الحال اللي إذا المسلمين اعترفوا إنه هناك خطأ كما قلت، فمعناته حيطبق عليهم حد الردة. فاللي خاف على روحه يا روح ما بعدك روح. يعني هو مو ناقصة مشاكل، مو ناقصة مشاكل، وممكن يقول لك بينك وبينه إنه ما في أخطاء، بس بالعموم بالعامة مش ممكن. وكما قلت هناك ظاهرة، يعني هم أوجدوا تبريرات كثيرة للقول بأن ليس في القرآن أخطاء لغوية. وبين هذه النظريات التي زعموها هي نظرية الالتفات. هذه كلمة فنية عامة الناس لا يفهموها، بس بكتب التفسير وكتب البلاغة ومثل هيك بجيبوا تعريف لكلمة الالتفات. لا عايزين هلا نركز عليها. هلا لما انت بتتكلم مع واحد بتقول انا اتكلم، انت تتكلم، هو يتكلم، فهمت علي؟ فهنا يعني عندك الكلام بيصدر من المتكلم الى او من المخاطب او من الغائب، علي. كما ممكن يصدر الكلام اللغة العربية ممكن من المفرد إلى المثنى والجمع. يعني ممكن رأيت تلميذا، رأيت تلميذين، رأيت تلاميذ. وبطبيعة الحال إذا أنت استعملت المثنى الجمع أو المفرد الفعل حيتبع حسب القواعد اللغة العربية ومثل هيك. وبالكلام العربي ممكن تمر من الماضي أكلت إلى المضارع آكل أو الأمر قل قل. وعندما أنت في جملة تمر من هذه من إحدى هذه الحالات إلى حالة أخرى فيعتبر خطأ نحوي. مثلا إذا أنا قلت أنا نأكلون، ما بصير، تقول أنا نأكل، أنا آكل، فاهم علي؟ يعني لازم يكون ربط بين أنا و، فإذا أنت غيرت ما بينفع. أو أنا تأكل، يقول لك إيه أخي، لا ما ينفعش أنا تأكل، لا، إيه ده؟ أنا تأكل، لا، طيب، فيعني أنت لازم، أو تقول تلميذان أكلوا، تقول لا أكلا. يعني إذا كان هناك مثنى يجب أن يتبعه الفعل بالمثنى، فإذا استعملت حالة أخرى ما بينفعش. إذا بدأت بحالة يجب أن تنهي عامة بحالة أخرى للتجانس. وهذا في اللغة الفرنسية واللغات الغربية تسمى إنالاج أو إنليج حسب كما تلفظ. وتجدها في اللغات الغربية في الكتب عامة، بس بعدد قليل جدا، بعدد قليل جدا. وفي الكتب العربية تجد بعض حالات الالتفات، يعني انتقال من حالة إلى حالة، قليلة جدا في بعض الكتب العربية. والقرآن على ظني هو الكتاب الوحيد اللي يتضمن هذا العدد الهائل من الالتفات، يعني الانتقال من حالة إلى حالة. وحسب علمي، حسب اللي أنا توصلت له، هناك 900 حالة التفات في القرآن، 900 حالة التفات، يعني شيء غريب. وكلمة التفات، كلمة التفات من وين جت؟ أخذوها من آية قرآنية بتقولوا قالوا أجئتنا تلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. تلفتنا يعني
تزيلنا أو تعيلنا أو يعني تغير اتجاهنا. فأنت لما بتتكلم بتغير الاتجاه، بتقول أنا نأكل، لا ما بصير، أنت غيرت الاتجاه، لازم تقول أنا آكل. فهذه الحالة إذا قلت أنا نأكل فمعناته هناك التفات، يعني تحولت من شيء إلى شيء آخر. هناك عدد من الآيات جاء فيها فعل التفت. طبيعة الحال القرآن لم يستعملها في المعنى التبريري، هم الفقهاء استعملوا الفعل، وكما في أمور أخرى حنراها لاحقا. يعني أحد أنواع أخطاء القرآن حيلكم إلى الحلقة السابقة هو الالتفات. كيف أولا برر الفقهاء أو المفسرون أو المسلمون عامة نظرية الالتفات؟ يقول لك ليه يا أخي أنت كنت بالمتكلم وبعدين رحت على المخاطب، ليه القصة؟ أو كنت بالمفرد صرت بالجمع، كنت في الماضي صرت في الأمر أو في المضارع. فبيقول لك يعتبر المسلمون ظاهرة الالتفات، وأنا أجبر هنا لأقرأ النص لأنه يجب أن يكون دقيق الكلام. نحن هنا أمام ظاهرة لغوية مهمة جدا اللي تنسف القرآن كاملا، يعني تبين أنه هذا الكتاب فعلا أنه هو كشكول ومخربط مقطع الأوصال. هم يقولوا يعتبر المسلمون ظاهرة الالتفات في القرآن على أنها شكلا بلاغيا، ولا يمكن أن يقولوا غير ذلك. ويقول السيوطي تبريرا لهذه الظاهرة بأن في الالتفات فوائد، منها تطرية الكلام وصيانة السمع عن الضجر والملل لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات والسآمة من الاستمرار على منوال واحد. يعني لما بقول لك أنا نأكل يعني عايز ألفت انتباهك، كل هذا غلط. قال لا، هذا مشان يعني تشوقك للسماع. لا خلص كله، أنا أقتلك. يعني هو اعتراف مبطن إنه القرآن ممل، فعم بلتفت يلفت انتباهك عشان ما يمل. هم رأيهم هيك الأدريد، أو هم يعني هم بيعترفوا بوجود التفات أولا، ثم يحاولوا تبرير هذا. وقد رأى، وهو رأي كان قد سبقه لي الزمخشري، وانتقده ابن الأسير باعتباره قدحا للكلام. وفي نظري الغرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجري على وتيرة واحدة، وإنما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود، وذلك المعنى يتشعب شعبا كثيرة لا تنحصر، وإنما يؤتى بها على حساب الموضع الذي ترد فيه. هذا كله كلام مبهم، هذا كله كلام مبهم ومعقد للغاية لفهمه. هلأ انت لما بتقع على واحد شخص بيقول لك انا نأكل، بتقول له ايه مال الولد هذا، ايه مال الولد هذا، ده في مشكلة براسه، فاهم علي؟ وإذا جاءت حالات كثيرة مثل هيك يعني بتصير بتشك بسلامة عقله، يعني بيطلع نشاز، أنت أمام حالة نشاز. إذا أنت رجعت إلى الفقهاء المسلمين إلى تبريراتهم، على رأيي هذه التبريرات يجب أن ترميها بسلة المهملات بداية، لأنه هذه مشاكل، هذا تبرير عقائدي يعتمد على الاعتقاد أن القرآن كلام الله والله لا يخطأ، وإن خطأ هنحاول نبرره. هذا الباحث لا ينظر له، أنت والله اصطفل،
انت الله مصطفى، احنا نتعامل مع نص لغوي له قواعده اللغويه والانشائيه ويجب ان نفهمها. هلا ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ لماذا اذا، لماذا اذا نحن امام، هل اخي اليوتيوب ماشي عندك؟ ماشي؟ ما انا مش سامع. نعم ماشي. ممتاز، احنا نتاكد لانه كان عندنا مشكله فنيه سابقه. انا 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 اوزع هلا، عم بوزع الرابط، وزعته اكثر من 20 صفحه يعني. ممتاز ممتاز، الناس متابعتنا يعني. جميل. فاذا انت اذا انت حاب تشوف ما هي اسباب الالتفات، يجب ان تبتعد عن الاعتقاد. يجب أن تدرس القرآن كأنه نص بشري. هناك ثلاث احتمالات لوجود مثل هذا الالتفات. أنا هنعطي أمثلة كثيرة على الالتفات. الاحتمال الأول إن النص القرآني كان من تأليف أشخاص لم تكن اللغة العربية لغتهم الأصلية. يعني إذا واحد دارس لغة جديد وبيقول لك انا ناكل، كله مسكين ما درس الكتاب، ما درسش اللغه العربيه، فاهم علي؟ يعني هتعذر شو تساوي؟ ولذلك جاءوا لنا بنص مقصر. يعني هذا معروف باللغه الفرنسيه، انه الافارقه لما اجوا الى فرنسا ما كانش عندهم وقت يدرسوا القواعد اللغه الفرنسيه، فصاروا يقولوا أنا أكل مثل هيك، يعني من دون ما يصرفوا لا الأفعال ولا الضمائر ولا شيء. وحتى صاروا يسموها لغة الزنجي الصغير، لغة الزنجي الصغير. نبينا بلا مقطوع لحديثك، أنا بس بدي أطلب من أصدقائي إنه دخلوا معنا، أصدقائي يا ريت توزعوا رابط الحلقة، لأنه صار معنا مشاكل بالرابط الحلقة القديم، فهي رابط حلقة جديد. وأتمنى من أصدقائنا المتابعين إنه خصوصا حكمة يا ريت توزعونا الروابط أرجوكم يعني أصدقائنا. وذكرتني يا بينا بستي نانتي، هي كردية ودخلت على عند العرب وتعلمت العربي جديد، فتخاطب المذكر تقول له أنت ولك أنت. بالتمام. هنا المشكلة تجدها باللغات الأخرى عند اللي تعلموا لغة حديثة، عند تعلموا اللغة ليست لغتهم ولم يعني يثابروا على دراسة اللغة. إما إنه اللي كتب القرآن هو شخص ما بيعرف كويس العربي، أو إنه القرآن كان بلغة غير العربية ثم تم ترجمته إلى اللغة العربية من مترجمين لا يجيدوا اللغة العربية. يعني المترجم ما بيعرفش اللغة العربية، راح ترجمه من السرياني مثلا إلى العربية وما بيعرف كويس العربي، اللغة العربية كانت جديدة عليه، فوقعنا في هذه المشكلة. ومن معروف أنه 90% من القرآن من مصادر يهودية ومسيحية، فكان مجبور بطبيعة الحال اللي حينقل هذه النصوص يقرأها من اللغة الأصل، يفهمها من اللغة الأصل، ثم يترجمها إلى اللغة العربية، والعرب عامة ما يعرفوش اللغات هذاك. أوكي. الاحتمال الثاني أن مؤلف القرآن كان مصابا بما يسمى الاضطراب اللغوي. علماء النفس حددوا مرض إنه عقله مشوشر، فهم علي؟ ما بيجمع، فسموا هذه الظاهرة الاضطراب اللغوي، وهو مرض معروف عند علماء النفس. أنت ممكن تروح عند الحاج جوجل وتكتب عبارة الاضطراب اللغوي وهيعطيك مقالات بالعدد الضخم، وهيشرح لك في الواقع الظاهرة القرآنية. مش هيتكلم عن القرآن، ما يسترجيش، وهيتكلم عن كل شيء ما عدا القرآن. طيب،
هذا يؤثر، هذا المرض يؤثر على تركيب الجمل وصياغتها والتجانس لمضمونها. وحتى اليوم لم تطبق نظرية الاضطراب اللغوي المتعارف عليها عند علماء النفس على القرآن. يعني كان لازم علماء النفس ياخذوا القرآن ويشوفوا اللي كتبوا ما هو الأعراض المرضية اللي كان يعاني منها. يعني تأخذ النبي إبراهيم، النبي إبراهيم يعني لو واحد عادي أجا بده يذبح ابنه عادي، الطبيب النفسي يقول هذا جن، ابن الحلال جن، وانت تعرف كثير من اللي يعملوا إرهاب يقول لا هذا مريض عقلي. فهم علي؟ يعني في تصرفات للأنبياء خارج، يعني مثلا الحديث يقول النبي إبراهيم ختن نفسه بعمر 99 سنة حسب الطورة. يعني لو بيني وبينك جدك يجي يختن عمره 99 سنة بتحطه بصحة أمراض عقلية حالا سريعا، يعني مو مشكلة. أو يقول لا الله ظهر لي طلب مني أقطع قضيبي علشان الله أمرني، ويمسك الفاس ويقطعه على خشبة. لا بتقول يا ساتر اسطر، جدي جدي خلص ضيع. لكن ما حدش يسترجي يقول لك إن إبراهيم كان مجنون. على شخص آخر ممكن تقول إنه والله انجن، سوري مثلا فجر حاله في مكان وكان بتقول هذا انجن، رغم إنه هو بيقول الله اللي أمره. مثل إبراهيم الله أمره يقتل نفسه أو يقتل ابنه، ما حدش يقول عن إبراهيم انجن. بينما السوري اللي فجر نفسه بطلب من الله يقول هذا الرجل مختل عقليا. فعلماء النفس لم يطبقوا على الأنبياء وعلى النصوص المقدسة نظرياتهم العلمية خوفا من ذلك. الاحتمال الثالث، هذا الاحتمال الثاني، يعني إنه صاحبنا كان مختل عقليا، ما بيجمع. يعني حتى مثلا هنا أخذ هذه لوحة الكمبيوتر، بتاخذ الاحرف وبتغير اماكنها، بتغير مكانها، بتصير الدوت بيطلع لك خربطه. كله يا اخي ليه؟ هو حافظهم عن غيب الاحرف بس بروح لانه الاحرف انت غيرتهم فحيطلع لك خربطه. الله هي نفس الشيء، ما بجمع صاحبنا، ما بجمع. الاحتمال الثالث انه القران تعرض الى عمليه حذف. هذا يحدث مع أي إنسان. يعني أنا مثلا لما بكتب نص طويل وبعدين بحاول أختصره أو أحاول أغير مكان الجملة، ما بنتبه إني كنت أستعمل المثنى فاستعملت الفعل بالجمع، أو ما انتبهت إني كنت أقول أنا المؤلف فقلت نحن المؤلف. يا أخي أنت قلت نحن، ليش بتقول أنا الآن؟ يعني فأنت لما بتعيد صياغة النص ما بتخليه يتجانس، وخاصة إذا بتحذف منه. هذا هو الاحتمال الثالث، إنه تعرض القرآن إلى عملية حذف أو ضياع وتم دمج ما تيسر منه دون مراعاة التجانس بين فقراته، لم يكن هناك. فجاء في لغة الرقيقة وترتيب معيب. ومن المعروف أن النص الحالي للقرآن يمثل ثلث القرآن الأصلي حسب المصادر الشيعية والسنية. يعني تلتين القرآن ضاعوا، شيء ضاع من هون وشيء ضاع من هناك. عشر آيات القرآن، يجب أن تعرف أن عشر آيات القرآن ناقصة، عشر آيات القرآن هي ناقصة. فيعني بطبيعة الحال إذا كان ناقصة بده يضيع ضمير، بده يضيع مثنى، بده يضيع ماضي حاضر، مثل هيك تطلع خربطيطة. أيوة. هناك رواية مضحكة تقول بأن دجاجة أو سخلة عائشة أكلت آيتين من القرآن. طب هاي وين كان مكانها؟ طبيعة الحال صار في فجوة، ليس هناك تجانس بين النصوص. وكانت هذا تقول عائشة لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا
ولقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. داجن إما بيعملوا يعني دجاجة أو سخلة، ممكن الاثنين. هون بطرح سؤال، يعني نحن اللي بنعرفه انه هذاك الوقت كان ينكتب على الجلود اكثر شيء، ما كان لا في ورق لا في شيء. طيب كيف الصخله او الدجاجه بدها تاكل جلد يعني؟ هذا لازم نسال عائشه المسكينه، مش موجوده. لهيك هم اعتبروا انها هي سخله مش دجاجه، لانه بطبيعه الحال الدجاجه مش حتقدر تاكل جلدي. وحتى السخله يعني السخله تاكل جلدي؟ إذا كانت جعالي مثل بلادنا التعيسة بتاكل الحجر. وفي نص آخر، لقد نزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشرا، فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي، فلما اشتكى رسول الله تشاغلنا بأمره ودخلت دويبة يعني دابة صغيرة لنا فأكلتها. ووفقا للمصادر الإسلامية فإن الملاك جبرائيل كان يراجع القرآن كل سنة مع محمد فيحذف منه بعض آياته. هناك إذن نصوص من القرآن بلعتها دجاجة أو سخلة عائشة، ونصوص أخرى بلعها الملاك جبرائيل. وما تبقى من القرآن تم ترقيعه، ونتج عنه نص مقطع العصا يشبه ثوب الشحان من كل مشحن قطع. انت لما تقرا فتاوي ابن باز، بتجد هذه المشكله عنده، لانه ابن باز كان اعمى وكان ينقل كلامه لناس يكتبوه، وبطبيعه الحال هو ما يقدرش يراقب كل اللي كتبه لانه اعمى. بطبيعه الحال يعني هو بيركن على هذاك، هذاك ما يسترجيش كله، يا اخي انت غلطت، بكتب كل اللي اجى. فبنشوفه مراقب تكرار، تشوفه اخطاء ومثل هيك غريبه عجيبه، العتب على النظر يقولون. كتبه لطه حسين، طه حسين كان كمان اعمى، تجد في بعض كتاباته مثل هذه المشكله، لانه هو لم يكن يكتب، هو كان ينقل، وانت لما تنقل ما بينفع. في عندي صديق إلي من بولندا بيقول لي وزير الخارجية تاعت بلده لما بيعمل خطاب أهل بولندا ما بفهموا، لكن لما الخطاب تاعه يترجم، فاهم علي، كل الناس يفهموا بترجمة، لأنه المترجم ضبط على طريقته. بس هذاك أخذ حريته لأنه وزير الخارجية ما بفهم اللغات، فيعني أركن عليه. الوزير كان عقله مخربط، واللي ضبط الكلام هو المترجم. لكن المشكلة إذا بتقع مع محمد وحكى حكي ليش تقول له أنت غلطت، لا تقع بداهية. ومشكلة الالتفات أخي هي فعلا كابوس، كابوس للمترجم، هي كابوس يعني من أشد يعني أكثر المشاكل اللي بواجهها المترجم. فالمشكلة عنده إذا هو يقول أنا أكلنا، هترجم كيف؟ ما يقدرش يقول أنا أكلنا بالفرنسي أو بالإنجليزي، تحتفظ في نفس الصيغة. لا، بعدين اللي يقرأ ما بيعرف النص العربي بيقول لك لا أنت شو، أنت مختل عقليا كله. لا أخي، مو مشكلتي، نص القرآن هو هيك. لا مو معقول، مش حيصدقك أصلا، مش حيصدقك. فالمترجم مجبور يراعي جنون كاتب القرآن، مثل المترجم تاع هذا الوزير البولندي، فهم علي؟ وزير الخارجية البولندي، إنه بيقول لا أنا بقدرش أترجم حسب قوله، لأنه لو بترجم حسب قوله كل الناس بيضحكوا علي، فراح بيظبطها على خاطره. فالمترجم مجبور يراعي هبل كتب القرآن، كل هذا أهبل، فأنا بقدرش بعدين بحسبوني أنا الأهبل، فهم علي؟ يعني مجبور يراعي وضعه، وضع الأهبل اللي بترجم له. فأنت بتيجي على نص قرآني
يعني أنا عندي ترجمات هنا إيطالية، ترجمة أخيرة صدرت من أستاذة بالجامعة البندقية. النص الإيطالي كأنك تقرأ قرآن جديد. تتصور يعني اختلاف ما بين النص الإيطالي والعربي، اختلاف بين السماء والأرض، لأنها هي لغتها إيطالية، واللغة الإيطالية لغة جميلة جدا، فهي مجبورة تخضع للقواعد اللغة الإيطالية، فهي بتقع على أخطاء لغوية بالقرآن، فمجبورة إنها تتغاضى عن الأخطاء وتصحح الأخطاء باللغة الإيطالية. فأنا كتبت لها رسالة، قلت لها ترجمتك أفضل من النص القرآني. مليون مرة. إيه، فهي كانت مبسوطة. بس بالواقع هذا خطأ. أنت لما تترجم لازم تترجم كما هو في القرآن، ولو في خطأ تكتب خطأ بالفرنسي أو بالإنجليزي، ولازم تعمل في الملاحظة تحت: الخطأ ليس مني ولكن من المهبول اللي كتب القرآن. فاهم علي؟ أكيد. ولا بعدين بيتهموك أنت. أو إذا ترجمته صحيح لازم تكتب بالملاحظة تحت: هذه ترجمتي، لكن النص القرآني هو اللي كتبه مهبول بقول هيك هيك. فاهم علي؟ فيعني هو بحيرة حيرة. هل وبعدين هل واحد يسترجي يكتب هيك؟ فأنت تصحح الخطأ وما تقولش للقارئ، ما تقولش للقارئ إنه أنا صححته. يعني أنت خنت النص، أنت خنت النص وخنت القارئ. القارئ ما عندوش إمكانية يراقب ما بين نصك نص الترجمة والقرآن ليرى المشاكل. وإذا أنت بدك تعمل ملاحظة كل خطأ لغوي في القرآن، يعني هتعمل 900 هامش فقط في موضوع الالتفات، ناهيك عن الأخطاء الأخرى. يعني مصيبة المصائب للمترجم. وهذا موضوع، يعني اللي يبحث عن موضوع دكتوراه أنصحه أنه يأخذ هذا البحث، يأخذ هذا البحث موضوع الالتفات وكيف تم ترجمتها باللغات المختلفة. مثلا الإنجليزي، هناك موقع ترجمة للقرآن يضم حوالي 45 ترجمة، 45 كل آية كيف ترجمت، 45 مترجم خاص، وتجد اختلافات فظيعة بينها. فأنت تبحث الالتفات، أنا أشرت لكل حالات الالتفات تقريبا، تقريبا كلها في هوامش طبعتي، فتأخذ هذه الالتفاتات وتشوف الترجمات الغربية كيف هم متعاملوا مع الالتفات. يعني هذا موضوع رسالة دكتوراه بحد ذاتها، إما بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالإيطالية، مهم جدا لتبين المشاكل اللي يتعرض لها المترجم. أوكي، هلأ إحنا قلنا إنه الالتفات يعني بيكون إما من أنا أنت هو، ينتقل من واحد، أو يكون من المفرد إلى المثنى إلى الجمع، أو يكون من الماضي أو الحاضر إلى الأمر. وهناك أشكال مختلفة. هناك رسائل دكتوراه كتبت عن الالتفات باللغة العربية، كل واحد يحاول يجمع فيها، ولكن دائما مع تبرير. بدل ما يقول هذا خطأ، تلحق لو يكتب رسالة دكتوراه للأزهر يقول هذا خطأ، يا ويله، هذا ما بعطوه دكتوراه، بعطوه حبل مشنقة. واضح الوضع. فهناك واحد أظن اسمه الطبل، هو طبل فعلا. اسمه الطبل كتب ارجع للطبعات العربية للقرآن، وهناك المصدر وممكن تحمله وتشوفه كيف حاول، كيف حاول إنه يبرر هذه الأخطاء. الآن نحن نريد أن نستعرض بعض أمثلة عن الالتفات عشان تعرفوا شو الشغلة هاي. هناك أولا أمثلة نعطيكم، أولا نأخذ آية
يعني بعض الآيات، لأنه قلت لكم هناك أكثر من 900 التفات، مش هنقدر ناخذ 900 التفات هنا على الأنواع، لكن في الحلقات القادمة ممكن نكرس حلقتين أو ثلاثة، ناخذ يعني نعطي أمثلة أكثر. هلأ الحلقة هذه هي مقدمة لموضوع الالتفات، نشوف في أشكال الالتفات الرئيسية، أشكال الالتفات. وعامة أنت لا تلاحظ هذا الالتفات، لا تلاحظ، يعني لا يجب أن يكون تدقيق، ويجب أن تعرف في بعض الآيات الطويلة فيها 5 التفاتات، 5 التفاتات، لكن احنا مش هنتكلم عنها لأنه هذه طويلة، لكن هتكلم عنها في حلقات أخرى. أكيد نبينا، أنا هون في فكرة بس بدي أطرحها، الأخوة المشاهدين أصدقائنا، أنا بحكم احتكاكي معهم يعني بهمهم تحط لهم إيداً على النقطة بالضبط، يعني بس بالتمام في خطأ. بالتمام، هذا ما أريد، هذا ما أريد أن أفعله الآن من خلال أمثلة بسيطة، وأبين ما هو النص الحقيقي في القرآن، وأين جاء الخطأ، وكيف يجب أن يكون. فهم علي؟ يعني أنا ببين، بطرح الآية، الآية كما جاءت، ثم أقول هنا جاء الخطأ وهو كان لازم يقول هيك. فهم علي؟ يعني بصحح في طبعة العربية للقرآن، ممكن تحملوها مجانا، تبحث عن كلمة التفات، تبحث كلمة التفات، فيعطيك التفات آية بآية، وكيف تقول الآية وكيف يجب أن كان يجب أن يقول. أوكي، أول نوع هو الالتفات في الضمائر، يعني متكلم، مخاطب، غائب. أولا نأخذ مثال من المتكلم إلى المخاطب. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فهم علي؟ هنا واضح أنه الآية استعمل هنا غير النظام، يعني أصل الكلام اللي كان لازم يقوله وإليه أرجع. فهم علي؟ وإليه، يعني بدل وإليه ترجعون وإليه أرجع. ليش هو استعمل ترجعون؟ لأنه كان لازم يحافظ على السجع. يعني هون واحد بطرح سؤال، انه هذا بما انه بدعوا من الله، الاسلام المسلم يفكر انه مشان يحافظ على السجع غير الضمير كامل، يعني غير كثير من الاشياء. هذا انا اعطي امثله بسيطه الان، لكن في الحلقه القادمه هعطيكم امثله معقده للغايه. يعني قلت لك على الاقل في 5 التفاتات نفس الايه، يعني من المفرد إلى الجمع، من الماضي إلى الحاضر، من أنا إلى أنت وهم، يعني شيء غريب عجيب، شيء غريب عجيب، شربة ما شاء الله. فأنا أعطيكم هنا أمثلة مبسطة للغاية، أوضح هذه مجرد أمثلة للغاية لكي تستوعبوا المشكلة. إذن أول مثل من المتكلم إلى المخاطب، بيقول وما لي لا أعبد أنا الذي فطرني أنا وإليه هو ترجعون، وإليه أرجع. هو انتقل من المتكلم إلى المخاطب. أوكي، هلا في ممكن يكون من المتكلم إلى الغائب، نأخذ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فآمنوا بالله ورسوله. هلا شوف هو بيقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فآمنوا بالله ورسوله. هو كيف كان لازم يقول فآمنوا بالله وبي؟ ليه رسولي صار غائب؟ هو رسولي هو هو ولا لا؟
هو بيتكلم قل يا إني أنا رسول الله فآمنوا ورسوله. يا أخي أنت هو الرسول ولا غيرك؟ فهمت علي القصة؟ وهذا صعب تنتبه لها، لأنه أنت تقرأ النص على البركة، المهم تخلص الصفحة. أما أنت لما ترجم تقول له إيه المعنى بالحلال؟ ليه أولا قال إني رسول الله بعد كل فآمنوا بالله ورسوله؟ لا يا أخي بيا، ما هو أنت رسول الله آمنوا بالله وبيا. هلا يعني أنا بعطيكم هنا أكرر أمثلة بسيطة لوضح النقاط يعني إزاي، بس بالحلقات القادمة حندخل في المتاهات الطويلة، الآيات الطويلة اللي آية واحدة بدها على الأقل نص ساعة علشان تعرف تفك المشاكل اللي فيها. طيب هل ممكن احنا بدأنا من المتكلم إلى المخاطب، والآن أعطينا مثل من المتكلم إلى الغائب، بس هو ممكن يكون العكس من الغائب إلى المتكلم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هو بيقول والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، أوكي، فسقناه. مين سقناه؟ فاهم؟ احنا يعني مين اللي بيقود القافله ولا شو؟ احنا. فالصحيح الجمله ايه؟ والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فساقه الى بلد ميت فاحيا به الارض. هنا عندك مشكلتين، قل فسقناه فاحيينا به، يعني مو التفات التفاتين، بدأ هو بالغائب وتحول إلى المتكلم والجمع الجلالة، مو مشكلة الجمع الجلالة، هي مش مشكلة ممكن، بس المشكلة إنه هو بيقول بالغائب ثم انتقل إلى بدأ من الغائب وانتهى إلى المتكلم، وهذا خطأ، هذا خطأ لغوي. أكرر إنه في القرآن هناك أكثر من 900 حالة بهذا الشكل، 900 حالة. يعني ابن الحلال ما كانش فقط عنده بعض الدقائق جنون، لا، لازم تعرف 900 آية على 6236 آية، ده كثير كثير، احسبها بالنسبة، السلطة طويلة جدا. طيب هل ممكن يكون من الغائب إلى المخاطب؟ هنعطيكم مثال. وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إيه المشكلة؟ بيقول وسقاهم غائب شرابا طهورا إن هذا كان لكم، راح للمخاطب، كان لازم يقول وسقاهم ربهم شرابا إن هذا كان لهم، وبعدين وكان سعيكم مشكورا، كان وكان سعيهم مشكورا. أنت لما تقرأ الآية بأول مرة ما بتنتبه فين الخطأ، ما بتعطر فين اللي هو الالتفات. يعني أنا أشير لك إلى مواضع الخلل في الآية، إنه من الحلال بدأ بالغائب وبعد ما وعينا إلا انتقل إلى المخاطب. لماذا؟ قلنا عدة أسباب بالأول، ممكن نضيف لها مشكلة السجع الحاصلة. فهمت علي؟ وهذه أمثلة مأخوذة من طبعة العربية للقرآن، يعني بعطيك نص الآية وبعطيك التصحيح تاعها مذكور قبلها. هنا عندنا التفات، واضح عندك أخي جان؟ أكيد أكيد نبينا. بعدين ممكن يكون من المخاطب إلى المتكلم. نحن هنا نعطي أمثلة، أكرر
هذه أمثلة دقيقة وبسيطة، لا ندخل حتى الآن في المتاهات. في بعض آيات فيها 5 6 7 التفاتات، يعني دهاليز غريبة عجيبة باللغة، ولا دهاليز النمل. على كل، هل احنا من نعطيكم مثال من المخاطب الى المتكلم؟ على فكرة اللي ما يقدرش يتابع كل هذا الامر، الحلقة السيناريو بتاع الحلقة موجود في الحوار المتمدن، والامثلة موجودة هيك، بس انه الواحد لازم ننظر بعينيه ويقرأ الآية 5 6 مرات حتى ينتبه، لأنه إحنا يعني عقلنا مشوش بقدسية النص، ما تقدرش تنتقده، فاهم؟ طيب، هلأ من المخاطب إلى المتكلم، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هو يقول من المخاطب إلى المتكلم، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. كان لازم يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربكم رحيم ودود، لأن هو مش ربه إله لحاله، هو بيقول لهم توبوا لربكم، يعني بصير عندنا ربين، رب تاعهم ورب تاعه، إذا بنخليه على هيك، فهم علي؟ هو انتقل من المخاطب إلى المتكلم، فهمت علي؟ بس هاي بدها التفات، يعني بدك تنتبه، لازم الآية تقرأها 5 6 مرات عشان هلأ نكرر الآية، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وكان لازم يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربكم رحيم ودود. يعني بصراحة نبينا هون واضحة، يعني أنا لما كنت أقرأ مثلا هيك أشياء واضحة، ولكن العقل لا يفكر فيها، أنا ذات نفسي كملحد لا أفكر فيها، خلاص قرآن، فما بالك بالمقدس هذا القرآن، يعني لا يفكر نهائيا. انت بتعرف مشكلة انك تكتشف الالتفات في الآية من أصعب التمارين العقلية، لأنه لازم تشوف هذا، هل هو مضارع، هل هو متكلم، هل هو غائب، كيف تغيرت الأمور داخل الآية. يعني انت تأخذ واحد عادي تعطيه الآية الأولى يقول لك ما في مشكلة، بعدين تقول له لا فكر فيها، حيفكر فيها 10 مرات مش حيجد الخطأ، لأنه مش منتبه. أنت لازم تخليه ينتبه. هلا في ممكن يقول كمان من المخاطب إلى الغائب، يعني إحنا أعطينا عدة أنواع، نأخذ مثل حنقرأه بشويش بشويش علشان نعرف نفهمه حتى ننتبه. أنا أقرأه إليك وأنت تقول لي فين الأخطاء، هو عندك السيناريو، أنت حتغش حتقرأ نص الثاني. على كل طيب، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يعني هي ادخلوا فيطاف عليكم وليس عليهم. ايوه، وبعدين هو انتقل من الغائب، من المخاطب الى الغائب، ثم رجع الى المتكلم المخاطب، فاهم علي؟ هناك 3 عمليات عمل. انا اكتشفت 2، واحده بس قصدي. هو شفت، ايوه هم 2، ايوه فاهم علي، لانه هذيك جت في الوسط، فاذا انت خليت على الحال هاي عندنا 3 مشاكل. فاصل الكلام يطاف عليكم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون. هو المشكله فين؟ ايوه يطاف عليهم، لا عليكم،
فليش وقع في المشكلة؟ صاحبنا الهبل، صاحبنا الهبل. يعني ابعد عن قداسة النص. إذا أنت بتقول النص مقدس انسى، هذا لا دخل لك به، هذا للعقال مو اللي عندهم عقائد، اللي عندهم عقائد معقدين أصلا ما تقدرش تكلمهم. فهمت علي؟ إذن أول شكل من أشكال الالتفات هو الالتفات في الضمائر، يعني من متكلم مخاطب غائب. أوقات بيبدأ بالواحد بينتهي بالثاني، الوسط مثل هيك. هنا أكرر، هذه ليست إلا أمثلة بسيطة لكي أنبهكم كيف تقرأ النص. أنا عندي طالبة صديقة إلي تدرس دراسات إسلامية، لما قرأت النص تاعي تعرف شو بتقول لي؟ لا، قال لي رجعت للقرآن وكأني أقرأ كتاب جديد. أكيد أكيد. قالت لي لا، ما كنت انتبه لهذه الأمور، أنت نبهتني أنه في مشاكل. أنا قبل كنت أمر عليها، كله عند العرب صابون، فأنت جيت. فهل بجبرها إن تشوف في 6236 آية عند كل آية حتتوقف بتقول له في لغم؟ دير بالك هنا هاي الآية ممكن تكون لغم. هلا أنت مثلا هلا في احتلال العراق، مش هيك؟ لو إنه ما في داعش، السيارات حتمشي من دون مشكلة، مش هيك؟ من 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 بغداد إلى 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 الموصل شو ساعتين ثلاثة، تصلها 4 ساعات انكثرت. لكن هلا هم مجبورين كل متر شوفوا اذا في داعش متخبي ولا لا، اذا في بلغم موجود ولا لا، فبدك تنتبه. هذا بده صبر. نبينا الشيء الجيد، انا انت يعني رائع في طرحك. بتذكر اول ما طلع زكريا بطرس، اكيد بتعرف زكريا بطرس، طلع خطأين ثلاثة قلنا الله اكبر الله اكبر، بس لما جينا شفنا 2000 اكثر من 2500 خطأ. نبينا انت فجرت قنبله بهالحاله يعني. تمام. بس يعني هي بدها تمعن، وهذا التمعن لا يمكن ان تكسبه الا اذا ترجمت القران. اذا انت ترجمت القران مجبور تتعامل مع اللغه الجديده باسلوب صحيح، فتجد مشاكل تقول أعمل إيه بالمشاكل هدول. هنا تنتبه. وبعدين هناك يعني دراسات يجب أن تدرس، هذا لا يأتي من فراغ. يعني أكيد أنا لو أعطيتك الآيات قبل ما أبين لك الصح والخطأ مش هتعرف الخطأ فين، مش هتنتبه لها. هم أخي بيقرأوا صفحة قرآن بثلاث دقائق، على الطريقة تاعتي الصفحة بدها على الأقل ساعة، لأنه كل كلمة يجب أن تدقق فيها. هل هذه في مكانها أم لا؟ هو ما عنده وقت لهذا، هو عايز يكسب أجر من السماء. ختمت القرآن يا أخي؟ لا، نحن نتدبر القرآن، فعند كل كلمة نرى المصائب اللي فيها. عند كل كلمة يجب أن تربط الكلمة بالآية اللي قبلها واللي بعدها والفعل الضمير والدنيا يعني. وهذا واحد من أنواع الأخطاء. لا تنسى أن هناك 9 أنواع أخطاء، مو نوع، وإحنا هنا أمام واحد من هذه الأخطاء اللي يسموه الالتفات، وهو كلمة فنية. وكما قلت وأكرر، هناك 900 حالة بهذا الشكل، 900 حالة. وأكرر أن في بعض الآيات فيها 5-6 التفاتات. يعني علشان تجد الأخطاء اللي فيها بدك تلف الدور. هلأ النوع الأول، قلنا النوع الأول من الالتفات هو الضمائر، متكلم مخاطب وغائب. النوع الثاني من الالتفات هو في صيغة الفعل، يعني تنتقل من المضارع إلى الماضي إلى الأمر أو العكس. فهمت علي؟ فحناخذ أمثلة
على كل واحد. أمثلة مبسطة، أمثلة مبسطة فقط لنبه القارئ. ثاني مرة لما يفتح القرآن يقول سامي وقعنا بمشكلة. صدقني كل مسلم يسمعك الآن نبينا راح تحفر بدماغه حفر، وراح يصير له وسواس خناس. لا، فالحاصل هلا هنا نأخذ أمثلة من الماضي ومضارع ماضي. من الماضي إلى الأمر، أولا نأخذ مثال من الماضي إلى الأمر. قل أمرني ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أين الخطأ أخي؟ قل، صدقني أنا لم ألاحظ شيء. أخلص، أنا حقرأ لك إياها. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. هو بدأ أمر ربي بالقسط. أصل الكلام قل أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم عند كل مسجد. فهم علي؟ بالضبط بالضبط. صدقني أنا يعني كلام عادي عابر لا أفكر فيه، يعني لما قرأت أول مرة ما فكرت فيها. أيوة، ما مش ممكن تفكر فيها لأن إحنا مش متعودين. إحنا مش متعودين، إحنا نقرأ الآية من جديد ونصححها. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وكان لازم يقول قل أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم عند كل مسجد. أمر بإيش؟ بأنه قيموا إقامة وجوهكم عند كل مسجد. فهم علي؟ وإقامة وجوهكم عند كل مسجد. هلا هنأخذ مثال آخر من المضارع إلى الأمر. من المضارع إلى الأمر. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد، يعني واشهد واو أليف، إني بريء مما تشركون. أين الخطأ؟ أين الخطأ في هذه الآية؟ كان لازم يقول إني أشهد الله وأشهدكم أني بريء مما تشركون. فهم علي؟ هو انتقل من المضارع إلى الأمر، وكان لازم يستمر على المضارع. أشهدكم أني بريء، إني أشهد الله وأشهدكم. نقرأ الآية من جديد علشان نفهم. هي طويلة، واحد مش هينتبه ليها، هيمر عليها مرور الكرام. المترجم بقع بفخ، أنا مجبورة أضبط الكلام، الدرويش اللي كتبها عنده مشكلة في عقله، يعني ما تقدرش تتبعه على عقله، لأنه بعدين القارئ هيقول لك لا أنت عقلك وشوش. فهم علي؟ هنكرهها. قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد إني بريء مما تشركون. فأصل الكلام حتى يكون صحيح، وأصل الكلام إني أشهد الله وأشهدكم إني بريء مما تشركون. فهم علي؟ هلا إذا أنت ترجع للقراءات المختلفة، ممكن نرجع للقراءات تجد أن في كثير من الآيات تم تصحيحها في القراءات المختلفة. كيف نبينا؟ حنعطي أمثلة بعدين، مش هلا، ولا حيشوش على الجميع. يعني إذا كان في خطأ في الآية تحت في الهامش، قرأت هذه الآية هكذا وهكذا لأنهم وجدوا فيها خطأ.
فهناك قراءة مختلفة. فاهم علي؟ مو كل الحالات، بس في حالات مثل هيك. طيب، هلا يمكن يكون من الماضي إلى المضارع. لقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. شفت الخطأ؟ فريقا قتلتم. أيوة، لأنه قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هاي خطأ، أنا لازم أقول فريقا كذبتم وفريقا قتلتم، لكن هو غير الكلمة علشان السجع. لازم تقراها بعدين في مضمونها مع الآيات الأخرى وتشوف إنه لو حافظ على اللغة لكان ما ضبط مع السجع. الزلمه جاي عم بيقول شعر علينا. ايوه، فانت كمترجم مش ملتزم بالسجع، صح؟ انت ملتزم باللغه والمنطق اللغوي. المنطق اللغوي يعني اذا واحد عادي بيحكي الكلام مثل هيك كله انت مختل عقلي. اوكي، هلا في حاله اخرى من المضارع الى الماضي. من المضارع الى الماضي. من المضارع إلى الماضي. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. يفزعوا لازم تكون. أيوة، هنصحها. ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات. ففزع لا، هو حينفخ. ويوم ينفخ، هو قال، نراجع الآية حتى ننتبه، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرون. كان لازم يقول ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات. كان لازم كمان، هناك كمان خطأ آخر بس هنا ما أعطينا علشان ما نفقلش، وكل يأتوه داخلون. إذا نكمل مضارع مضارع، يعني خطأين في نفس الآية. فهمت علي؟ بس إحنا مش هنفقل على القارئ، أعطينا مثال من المضارع إلى الماضي. فهم علي؟ المهم عندنا هي ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات، مش ففزع. فهمت؟ القارئ العادي مستحيل ينتبه ليها، مستحيل. أنت لازم تكون مدقق، مدقق لغوي يعني صارم. لأنه إذا أنت تدقق لواحد أستاذ جامعة كبير تخاف تقول له أنت غلطت، لا، انت هتاخذ انت نص ما تعرفش مين كتبه، يقول لك الله كتبه، كل حط الله على جنب، تعال نحكي لغة الله تاعك. احنا ما بنتعامل مع الله، احنا بنتعامل مع نص لغوي كأنه نص من ألف ليلة وليلة. يجب أن ترفع القدسية عن النص حتى ترى الخطأ. أكرر، هذا مهم، إنه عندنا على الأقل 900 حالة مثل هيك. طيب، هلا ممكن الالتفات يكون في العدد، يعني مفرد مثنى جمع. هنعطي أمثلة. المثال الأول من المفرد إلى المثنى، يعني يبقى يتكلم بالمفرد وبعدين ينتقل إلى المثنى. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض
وما نحن لكما بمؤمنين؟ وأصل الكلام قالوا أجئت مانا لتلفتانا عما وجدنا عليه آبائنا وتكون لكما الكبرياء. كيف يعني بيبدأ بالمفرد أول شيء، يعني خاطب شخص واحد بعدين يصير الخطاب لشخصين؟ يعني هاي المشكلة، هنا المشكلة. لكن أنت تقرأها أول مرة مش هتنتبه، مش هتنتبه. ليه انتقل من المفرد؟ ليه بيكلم موسى بالأول ثم بيتكلم عن موسى وعن هارون؟ هو مو موسى الحال الأجا اثنين. طيب هلا هنأخذ مثال آخر من المفرد إلى الجمع، يعني احنا نختار أمثلة تطبق مشان نفهم التفاصيل، هنا بده شحذ عقل لعلم الناس انه يفتح عينك، فتح عينك. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هلا صرت تنتبه مش هيك؟ اه طبعا حوله يعني هلا والكل جمع. هلا شفت علي؟ هلا صرت يعني صرت تاخذ على الفكره، هلا صرت تنتبه. تعرفنا بينا بصراحه حتى دماغي انا نفس دماغ المسلم، يعني بده مين يحركه حتى يشتغل. بس هدول كثير لك حركت لنا الدماغ. هذه اخي تخصص، فاهم علي؟ تخصص. هلا حنقرا فين المشكله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اما تعملها كلها جمع يا اما كلها تعملها مفرد. فاذا تعملها كلها جمع مثلهم، إذا تعملها كلها مفرد مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركه في ظلمة لا يبصر. لكن هو ليش عمل يبصرون جمعها؟ علشان السجع، فهمت علي؟ ضحى باللغة علشان الشكل. فهنا مشكلة، هنا مشكلة. وكان ممكن يعملوا كله جمع، ممكن تقول مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هذا صحيح. أو إذا كلها مفرد فتقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات لا يبصره. طب بهالخطاب كان هو يخاطب شخص واحد مثلا حوله، شخص معين مثلا ولا لا؟ هي هيك الآية جت، هي الآية جت هيك. كثير من الآيات أخي لا علاقة لها بما سبق وبما تبعه. هذا حنتكلم، هذه ظاهرة أخرى من الأخطاء، تقطع أوصال النص. بس احنا مش هندخل في جميع الاشكال، احنا الان مشكلتنا هو الالتفات، وبناخذ امثله مبسطه. في الحلقات القادمه حناخذ امثله معقده. نحن نبدا بمرحله بسيطه حتى الواحد يدير مخه، وبعدين لما عقله يتعود على التفكير وشغل مخه، يعني بنحط زيت في مخه، خلي العجلات تدور منيح، بعد ما يدور كلها طريق قدامك امشي. فبنعطي الأمثلة الصعبة المعقدة بعد ذلك. الآن اليوم حنتكلم فقط في الأمثلة المبسطة. هلا ممكن يكون من المثنى إلى المفرد. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
كان لازم يقول فطشقيان، مو الوحيد اللي حيشقى، هو وزوجته حيشقيان، مو لحاله حيشقى. شفت علي؟ انت حتقراها بمبدا عقائدي، تقول الله قال، نسيت كل القواعد اللغه العربيه، نسيت عقلك، التخمت. اما هنا لا، انت مترجم ومنطق، هاي قصه منطق. قل فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما مثنى من الجنه فتشقيان، مثنى ليس فتشقى. فهمت؟ انتقل من المفرد، من المثنى الى المفرد. خطا. شفت علي؟ هذه مواضيع دقيقه جدا، يعني مو قصة تمر عليها مرور الكرام، لا، بدك تدقق الكلمة آية بآية بالهدوء، بشويش بشويش، مثل ما بيقولون حتى تفهم. هلا حتكون من المثنى إلى الجمع. نعطي أمثلة. طبعا في حالك لازم تجد الأمثلة. هذا 6236 آية، حتختار الأمثلة اللي تناسب أسلوب المشكلة الموجودة. علي يعني انت مو حافظ عن غيب، لا، هاي بدها عمل. انا ابسط لك، انا اقول لك اعطيني مثال على آية ينتقل من المثنى للجمع، حتقعد على اسبوعين حتجد لي اياها. بدي دراسة، انا بدي دراسة. بدك بدك وقت، لانه حترجع تقرأ الكتاب من اول لاخر وتشوف وين المشكلة. انا هنا ببسط لك، بقول لك انه كنا في المثنى إلى المفرد، هل من المثنى إلى الجمع؟ نعطيك مثال. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فهم علي؟ هاي صار فيها عدة التفاتات، المثنى للجمع للمفرد يعني. أيوة هنا صرنا أكثر تعقيد. هذا مثال مع أكثر تعقيد. ما إحنا منروح من المسهل، من المبسط إلى المعقد. فهمت علي؟ يعني لو بدأت لك بهذا أول مثال تلتخم. هلا أنت منك لحالك فهمت، بدأ الزيت يمشي في العقل. العجلات بدأ صارت تدور. هلا نقرأ الآية من جديد. بشويش بشويش. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم في قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أصل الكلام وأوحينا إلى موسى، يعني صحيح الكلام، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلا بيوتكما قبلة، مش بيوتكم، بيوتكما قبلة وأقيما الصلاة وبشرا المؤمنين. هنا نبقى على المثنى، بس ممكن تزبطها بطريقة أخرى كمان. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن يقولا لقومهما، نقطتين، تبوأوا بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشروا المؤمنين، مثل هيك طريقة. بس هاي أضبط، أسهل شيء إنك تنطق من المثنى إلى الجمع، إنك تضبطها كلها تسويها مثنى. هلا حنأخذ حالة أخرى، من الجمع إلى المفرد، من الجمع إلى المفرد. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتيكم مني هدى. انتبهت هلا؟ صرت تنتبه. قلتوا، لازم يكون قلتوا يعني. لا لا لا، مش هنا الخطأ. نبينا تفضل. لسه فضل. لسه ايوه. وأصل الكلام قلنا اهبطوا منها جميعا
فإما يأتيكم منا هدى، مش مني. ما هو بدأ بجمع الجلالة قلنا، وبعدين انتهى بمفرد بالمفرد مبصير. بالضبط، يعني لو كان ماشي كمان بدء بالمفرد قلت كان بس عادة الله في القرآن بيستعمل جمع الجلالة، يعني أظن في حالة واحدة أو حالتين اللي الله استعمل فيها غير جمع الجلالة. فهمت علي؟ يعني حالات نادرة اللي استعمل فيها، حتجد هذه الحالة في هامش طبعة العربية للقرآن، يعني حيث موجود هذه الحالة أقول هنا استعمل الله صورة المفرد بدل الجمع. أوكي، هل ممكن يكون من الجمع إلى المثنى؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طيب هون نبينا بنسان بيقول لك تكذبان هن معشر الإنس والجنس، والإنس والجن يعني. ممكن إنها تعتبرها جمع فتقول يعني يا معشر، المعشر بتعملها جمع، معنى الجمع، فتقول صحيح يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا فبأي آلاء ربكم تكذبون؟ أو إذا حاب تعملها كل مثنى يا معشر الجن والإنس إن استطعتما أن تنفذا فبأي ربكم تكذبون؟ تكذبان، فاهم علي؟ بأي ربكم تكذبان؟ يعني لازم يكون متوازي، متوازي. أهو يعني هاي احنا قضينا أكثر من ساعة على أمثلة بسيطة جدا، يكرر هي أمثلة بسيطة. في حلقة قادمة هندخل إلى الالتفات المزدوج أو المثلث أو المربع أو المخمس، يعني عدة التفاتات هنعطي أمثلة، بس بنزل واحد يدقق، وهنضع هأضع الرابط، هكتب النص السيناريو على الحوار المتمدن، فيكون أخطاء القرآن الحلقة الثالثة، فالمشاهدين يمكنهم يرجعوا لهذه السيناريو مشان يستطيع يقرأه، واللي عايز يراجع اللي حكيناه مشان هو بحاله يدقق. السيناريو الحالي اللي أنا قرأته معاكم الآن بالهدف، ارجع إلى الحوار المتمدد موجود الآن النص كامل. طبيعة الحال يعني الكلام اللي ضاف اللي ضافته غير شيء، بس هنا يعني يكون عندك النص القرآني مع التصحيح تاعه. لا أدعي العصمة فيما أقول، ولكن هذا هو المنطق اللي أنا أعتبره، وأكرر هناك 900 خطأ بهذا الشكل، 900 خطأ في هذا الشكل. هلا هنشوف إذا المستمعين استطاعوا المشاهدين استطاعوا يتابعونا، لأنه هذا دراسة فنية. هنا المشكلة إنه دقيق، هو مو فقط صف حكي، فهم علي؟ بدك تدقق، بدك تخرج من المعتاد، تخرج من المعتاد. فهل عندك أنت شخصيا أسئلة، وهل عند المشاهدين أسئلة؟ بنحاول نرد. كان وقت الحلقة، ولأنه ما نطول على الأصدقاء، كنت في عندك تعليق على الشيخ هذا عدنان إبراهيم، ما بعرف إذا حابب تحكي فيه. أيوة، أنا كنت بدي أبدأ بتسجيل صوتي لعدنان إبراهيم، إحنا تكلمنا عنه في الحلقة السابقة، لكن خفنا إنهم يسكروا علينا القناة لأنه ننقل من مصادر أخرى صوتية، فلكن إحنا حنضع لكم الرابط تاع ما قاله عدنان إبراهيم اللي أنكر في وجود الأخطاء،
وحسب ظني انه هي خطبه له كانت ضدي، حسب ظني يعني، حسب ما فهمت من الكلام، مهما كان ضدي ولا ضد غيري، لان انا اكثر شخص ربما يعني اشدد على اخطاء القران، فاظن انه هو يعني كان يصوب علي. فحنعطيكم الرابط وادعوكم الى الاستماع، الاستماع إلى ما يقوله، وأنتم تحكموا نفسكم، وارجعوا إلى السيناريو، ارجعوا إلى السيناريو تاع هذه الحلقة في الحوار المتبدل، وراجعوا الآيات مع الأمثلة المبسطة، نكرر هي مجرد أمثلة مبسطة. الحلقة القادمة أو الحلقتين القادمتين حنشوف شو نعمل، حنعطي أمثلة أخرى، هنعطي أمثلة لكن أكثر تعقيد، أكثر تعقيد، يعني حنجيب مثلا 30 آية أو 20 آية معقدة حيث جاء فيها التفاتات مختلفة، وهي لازم واحد دقق فيها، دقق فيها بجد. أنا هنا أكتفي بهذه الحلقة كمقدمة عن موضوع الالتفات. هل عندك أنت أسئلة؟ هل المشاهدين كتبوا تعليقات؟ في الأخ أيمن عم بيقول أنت تطبق قواعد بشرية على آيات إلهية. تمام، ولهيك قلت من البداية عندما تبحث عن النص القرآني أنت تبحث نص وليس قاعدة. إذا أنت تعتبر أن القرآن كلام الله والله ممكن يخربط مثل ما يريد، هذا شأن. نحن نتكلم بلغة، يعني إذا كان تلميذ عندك في المدرسة والتلميذ بيقول لك أخي لا هذا النص الملاك وحالية الله وحال النص هذا ما تقدرش تصلحه، لا، أستاذ المدرسة لما يتعامل مع نص التلميذ يصحح النص كأنه نص بشري. إذا هو يقول لك لا تصور أخي جان أنت أستاذ معلم مدرسة ابتدائية وعندك تلميذ أبو الملك أو أبو الأسد وبيعطيك نص إنشاء مخربط مثل هيك، فأنت بتفكر 10 مرات قبل ما تقول له أنت غلطان، لأنه الوالد تاعه حيكسر راسك، فاهم علي؟ بس أنت لما تصلح النص يجب أن تتغاضى عن أصل الولد، أنت تكون موضوعي، والموضوعية الوحيدة أنك تبعد عن قدسية النص. إذا أنت تتكلم عن النص هذا كل الكلام ملوش معنى، لأنه إحنا دخلنا مجال آخر. يعني نفس الشيء عزيزي، أنت لما تتكلم مع واحد مستشفى مجانين، قال مستشفى مجانين، بتقول هدول منطقهم هيك هم مجانين اصلا، فاهم علي؟ شو تقعد تتكلم معهم؟ فاهم علي؟ هدول مجانين. نحن نتكلم مع ناس عقال، نتعامل مع النص القراني بمنطق عقلاني، لكل مقام مقال. اذا انت تتكلم مع بشر، مع نص بشري، أنت عندما تقرأ القرآن اقرأه كأنه نص من ألف ليلة وليلة بس. الله قال، ما الله قال هذا أنت والله تصطفل، أنت يعني اتصل بالله وتوضح الأمر معاه. أي بس تصور أنه لو شيخ في جامع من جوامع الدول العربية بيقرأ لهم الآية بعدين بيقول لهم يا ناس انتبهوا هنا في خطأ، شو بصير فيه؟ كان الله لازم يقول هيك. يعني هو مش ناطق مباشر. شفت؟ مش ممكن، لأنه هنا في الواقع هو في منطق ديني، في منطق ديني عقائدي، والخوف والسيف معلق على ركبته. يا ويله إني بيحكي هيك. أنت تتصور أخي إنه هذا الكلام أعطي فيه محاضرة في جامعة من جامعة الدول العربية، شو بيعملوني؟ بيرموني من الشباك، لأنه بقول لك لا شو بتحكي هذا؟
صاحبنا هذا أحسن مثال، يعني تدخل صاحبنا بيقول أنت تطبق قواعد بشرية على كلام الله. لا أنا ما بتعامل مع الله. يعني بداية كلنا اللي بياخذ مبدأ عقائدي يروح ينكب على جهة، لا دخل لنا فيه، لا دخل فيه. يعني انت مثلا لنحكي، مثلا يجي واحد طالب صيني ما بفهم الا الصيني، واحنا نعطي درس بالعربي وما بفهم عربي، كل دقيقة بقول له شو حكيت؟ قل له يا اخي هذا الدرس للي يفهم عربي، الصيني حدنا. فاهم علي؟ الجهة الثانية. احكي لك قصة حلوة جدا بخصوص هذا الموضوع. تفضل يا دكتور. اعطيت درس محاضرة يوم في معهد ايطالي، وكان عندي طلبة لا يفهمون الايطالية. ما عرفت كيف صار، يعني جمعوا طلاب نصهم اجانب، يعني قليل منهم ما يفهموا الايطالية ويفهموا بعض الكلمات الايطالية. فأنا بحكي بخلال كلامي بقول التوراة تقول، فالتوراة باللغة الإيطالية هي لبيبيا. ولد كان قاعد قدامي بيقول ليش بتنتقد ليبيا؟ قلت له ما تكلمت عن ليبيا. قال لي هلا حكيت. قلت للطلبة أنا تليان، قلت لهم سمعتوني حكيت عن ليبيا شيء؟ قالوا لا ما حكى. قال ليه حكى؟ هلا حكى ليبيا. قلت له أخي شو القصة؟ بعدين فهمت. قلت له أنا حكيت التوراة تقول لبيبيا ديتشي. بيبيا يعني شو؟ بقول لي شو بيبيا؟ قلت له الثورة. شو دخل الثورة بالله؟ شو دخل الثورة بليبيا؟ فاهم علي؟ بس هو ابن الحلال سمع كلمة بيبيا قربها لليبيا. فاهم علي؟ هو كان ملطوش. فاهم علي؟ مثل صاحبك هذا مع كل احترامي له، كل هذا كلام الله. لك أخي احنا ما بنتكلم بالله. بعدين نبينا كلام الله، إذا الله بده يخاطبنا نحن وهو يقول قرآن مبين، يعني بده يخاطبنا نحن، بده يخاطبنا باللغة العربية اللي بنفهمها. طبعا لأنه لازم يكون في منطق في اللغة، وإلا مش هنفهم وهيوقعنا، مش هيكون كلام. ليش وضعوا القواعد اللغة؟ علشان يطلع الكلام مفهوم واضح. إذا قلت أكل الرجل الأسد معناته الرجل أكل الأسد، ده مش معقول. فهم قالوا لا، أكل الرجل الأسد، أو أكل الأسد الرجل، فهذا معقول. فاهم علي؟ فوضعوا الحركات مشان تطابق المنطق وتكون الجملة مفيدة. أنت لما تبدأ لي بالمثنى وتنتهي لي بالمفرد بتقول أخي أنت بتعنينا إحنا ولا جيراننا؟ فاهم علي؟ هنا المشكلة. يعني إذا كان الإنسان مطالب أن يكون كلامه واضحا، بالأحرى كلام ربنا لازم يكون أوضح. بس بداية نقول أنا لا أتدخل بمقولة الله قال. الله عندي ما قال لا شيء، ما قال شيء. الله قاعد على كرسي ومستريح، ولا عنده علم إنه في قرآن أو توراة وإنجيل. الله لحاله، خليه لحاله، ما تشغل الله. لأنه إذا أنت قلت إنه الله حكى هيك، هذا الله بيكون سخيف. إذا بيحكي الله هيك العربي، يعني هذا الله سخيف. أنت أوقعت الله بمطبه. أفضل شيء تقول الله مالوش دخل بالقرآن. هيك ريحت الله. هيك ريحت الله. هيك بيكون كفر يعني وخلصت ايوه الحكاية. شفت علي؟ هي المشكلة. بس يعني هو المشكلة بده هيك وهيك، بده يكون صح. لا ما بينفع. إذا بتقول الله قال معناته لازم يحكي عربي منيح. إذا بتقول القرآن خطأ والله مالوش علاقة، الله بريته من الله. والله طلع سليم، سالم سليم. فاهم علي؟ من ضربه سليم. هذا هو هنا المشكلة.
المشكلة المتدينين يقول لك دائما أنت تتكلم عن كتاب بشري وهو كتاب الله. أنا أقول لك أخي ما عندي شيء كتاب اسمه كتاب الله، ريح نفسك من البداية، وإذا أنت عايز تتكلم إنه كتاب الله روح حكي مع الشيخ. هذا عزيز عزيز قلبي، كان عندي أستاذ جامعة في فريبور، كان أطرش. فالطلبة اللي يروحوا يقدموا الامتحان عنده هم عارفين إنه أطرش، فيجاوبوا مثل ما بدهم، والأستاذ يعطيهم علامة ناجحة، هو مثلا هو طرشان أطرش، مش حيعترف إنه أطرش بس هو بعلم. فواحد راح على القاعة يعمل الامتحان، صاحبنا عمره ما دخل القاعة الدروس، قالوا له ما تهتم، ما هذا الأستاذ أطرش، فاحكي اللي تريده. فدخل على القاعة، المشكلة إنه مش الأستاذ بتاع هذا الأطرش، كان الأستاذ يسمع. فدخل الأستاذ سأل سؤال، هو جاب على البراقي، بيقول له أخي الأستاذ الأطرش في القاعة اللي بعدنا مو أنا. غلطان بالنبرة مثل ما تقول، غلطان بالعنوان. لا، ما هي الأغنية تاعت صاحب صباح، غلطان بالنبرة أخي. أنت غلطان بالنبرة، أنت بتقول لي الله، هذا كلام الله، بقول لك لا، لا طرش هناك مو عندي. دبر حالك مع الله في الجهة الثانية في القاعة اللي بحدنا تجد الأطرش، أنا هنا بسمع. نحن نفكر ونحن نسمع مع احترامنا، يعني اللي يعتقد، فاهم علي؟ أنا مو هنغص عليه بس ما يفرض علينا، هو يآمن إنه هذا كلام الله وما في أي أخطاء، حر يضرب بقى هو والله تاعه، هو والله يروحوا للجحيم، مو مشكلتي. إحنا لا نتعامل مع نص ديني، نحن نتعامل مع نص لغوي. أنت مصلح، لا تقول إنه هذا النص جاي من ابن الملك، لا أخي، ما دخلنا إحنا بابن الملك. إحنا عندنا إحنا عامة في التوجيه لما تعمل امتحانات يغطوا اسمك علشان ما يزوروش، يقول هذا ابن عائلة كبيرة فمجبورة نجحه، لا، لازم تغطي اسمك، تعطي رقم سري، فأنت لازم تتعامل مع النص كأنه نص سري ملوش علاقة مع فلان وعلان. هذا مبدأ. هل هناك أسئلة أخرى؟ أكيد نبينا. طبعا في الأخ رام عم بيقول من هم أشهر الباحثين الذين بحثوا في هذه الأخطاء عبر التاريخ الإسلامي في البحث عن هذه الأخطاء الكارثية، للعلم أن المسلم العادي يقرأ القرآن ولا ينتبه لهذه الأخطاء، ولكم الشكر الجزيل. تفضل أخي الفاضل. في بعض أنواع الأخطاء، بس هو لا يسميها أبدا أخطاء، لا يسميها أبدا أخطاء، تجد رسائل دكتوراه مثل هيك بس بنوع محدد. في كتاب نولدكي مؤرخ القرآن يشير إلى بعض الأخطاء، يعني عدد قليل من الأخطاء، فأنت ممكن يعني ممكن ترجع لنوع معين من الخطأ، مثلا المتقدم والمتأخر، التقديم والتأخير، ده في رسائل دكتوراه فيه، ثم مش هيقولوا انها خطأ طبعا الحال. في كتاب عن الالتفات، رسائل دكتوراه عن الالتفات، فقط في الالتفات طبعا الحال مش هيقولوا انها خطأ، هيجدوا دائما تبريرات للمشكلة، تبريرات سخيفة، مو مهم. أما كتاب شامل عن جميع أخطاء القرآن حسب علمي لا يوجد، يعني أنا أكثر كتاب وجدته بيحكي عن أخطاء القرآن مجمعة، يعني كان فيه انكثرت خمسين خطأ، أنا وجدت 2500. فأنا أأمل إنه بعد ما عندي بعض الأشغال الآن هعمل كتاب منفرد عن أخطاء القرآن، لكن أنا عندي مشكلة مش عارف إزاي أعمله، لأنه معناته هنقول كل القرآن وكله خطأ. هاي المشكلة.
فلحد الآن مش عارف بعقلي إزاي ترتب الأمر، هل من خلال أمثلة أم إنك تطبع القرآن؟ القرآن أخطاؤه وتصحيحاته، ربما تكتب تنشر كتاب القرآن وتصحيحاته، فتنشر النص القرآني وتبين كل آية شو فيها أخطاء، بس بالحالة هاي موجود طبعة العربية للقرآن بكفي. المشكلة مع طبعة القرآن تحتوي كل شيء، مصادر القرآن وغيره وغيره، وهي كثيرة جدا. فربما أعمل طبعة خاصة بالقرآن، يعني هلا فكرة كويسة ممكن هذه، القرآن وأخطاءه اللغوية وتصحيحاته، يعني النص القرآني وفي الهوامش كل خطأ تشير إلى الأخطاء فقط. لكن المشكلة مثل ما قلت لك إنه في كثير من هذه الأخطاء تم تصحيحها في القراءات المختلفة، فلازم تشير لها كمان، يعني هذا الشغل شغل طويل عريض، هو يعتمد على طبعة العربية للقرآن، فاللي يحب يبحث عن أخطاء القرآن في الواقع يرجع إلى هوامش طبعة القرآن، كل آية فيها أخطاء، ولا أدعي العصمة ولا أدعي إني وجدت كل الأخطاء، يعني أنا يوميا أجد أخطاء جديدة لم أكن أكتشفها، رغم إني أنا يعني متعود على هذا الأمر، هذا تخصصي، إذا وجدت 2500 بتعرف أي شكل من أشكال الأخطاء باين لك، بس رغم ذلك في أوقات يفلت منك الأمر، لأنه مهلك، أنت طول وقتك يعني طول وقتك تدقق في كل كلمة علاقتها بالأولى وبالآخرة، بالآخر بتزهق، يعني شو القصة؟ أنت ممكن تأخذ جوهرة وتقصها وتنظفها منيحة، بس إذا عندك كوم حجار بدك تسويها كلها جواهر، بده شغل الله، هذا مو واحد، بده لجنة تصحيح القرآن. وأنا بقول لهم إخواني، أنتوا تنكروا وجود أخطاء، عينوا لنا لجنة لغوية تفهم باللغة وتضمنوا لهم سلامتهم، تضمنوا لهم سلامتهم، انهم يعني تعطيهم العصمة، يعني او عندهم الامان انه مهما قالوا لن يحاسبوا، ويعملوا لنا كتاب، هذا خطأ هذا مش خطأ، ومشكلة ان انا اكون انا كمان خطأ ما غلطان، لان انا مش الله علي، يعني انا ممكن امان اخطأ، ممكن انا يعني كثرت من الاخطاء، او ربما اني ما شفت كل الاخطاء، فنصدر كتاب يعني امين. بس أخي الفاضل، لا توجد ولا أي جامعة أو أي معهد، لا في الغرب ولا في الدول العربية، تعمل الشغل هذا، مش هيقبلوه، هاي مصيبة كبرى. يعني أنت لما تقول أنا هذا القرآن فيه 2500 خطأ، بتهز البلد. شو 2500؟ قول وغير، هذا الموجود، يعني عشان خاطرك اعمله 20؟ وهن عم بيقولوا لو خطأ واحد يعني بنصف نبوة محمد من الأساس، يعني فما بالك. أنا عندي هي منسوفة أصلا، أنا من الأصل هي منسوفة، لأنه أنا كمان نبي مثل محمد، يعني مو سبب أني أنا هو يكون نبي وأنا مش نبي، ونعم النبوة يعني أنا، بس أنا فتحت باب النبوة ولكن حذفت مبدأ العصمة، يعني كل واحد يصيب ويخطئ، هم لا، محمد آخر نبي هو مصيب، لكن ما بصير هيك، يا هيك يا هيك، خلينا بعراس العين، بس إنك تقول لي إنه هذا معصوم، لا، بتخرب بيتنا. تفضل، هل في غير ناس؟ راح ناخذ سؤالين ربينا، وأظن وقتك لن يسمح أكثر من هذا. أنا وقتي بسمح، بس مش عايزين نثقل على الناس. تمام. في سهى عم تقول مساء الخير أستاذ سامي. طبعا سهى أنا أنبهك، شكرا كثير على سؤالك، أنا نبهك لازم تقولي مساء الخير نبينا سامي. تفضل، المعلوم ولا شو؟ هي المعلومة من الدين بالضرورة، يعني بالتمام. عم بتقول كيف تفسر سكوت المسلمين الأوائل عن من الصحابة وغيرهم عن هذه الأخطاء، وكلنا نعلم مدى تعلق العرب بالبلاغة،
جاءنا روايات عن ضياع النص وتغيير النص، ولكن ولا حديث يتكلم عن أخطاء مع أنها واضحة. هل نفهم أن القرآن الحي كان بين أيديهم هو ليس القرآن الحالي أو كان بلغة ثانية؟ شكرا لك. أيوة. أولا النص القرآني لم يكن يدرس فعلا بصورة تدقيقية لغوية مثل الآن، مثل ما أنا أعمل به. ولكن لا أحد ينكر أنهم هم أشاروا إلى هذه الأخطاء، ولكن لم يعتبروها أخطاء، أو يعني بعض هذه الأخطاء لم يعتبروها أخطاء ولكن اعتبروها، وجدوا لها تبريرات. وثالثا هم ما يقدروش يسموها أخطاء، هم ما يقدروش يسموها أخطاء لأن السلطة وراهم. هناك حتى قصة، واحد أمير راح عمل خطبة أخطأ بآية، بقراءة آية، كل الناس عارفين أنه أخطأ بس ما حد يسترجي، يقول له سيد الأمير أنت قرأت خطأ، بيقطع لهم رأسهم، بيقول أفضل يخطأ مما يقطعوا لنا رأسنا. شو الحكي هاي؟ وإحنا على كل حال إحنا مش مسؤولين عن السابقين، وإحنا ما بنعرفش في التمام إذا كان كل كتب السابقين وصلتنا أم لا. إذا واحد كتب كتاب عن أخطاء القرآن أكيد قطعوا له رأسه أو حركوا كتابه، هذا أكيد. لكن كن عصاميا ولا تكن عظاميا. أنا الوحيد أظن اللي شدد، يعني بين أولاد العرب وحتى بين الغرب، اللي بشدد على أخطاء القرآن بهذه الدرجة، أنا الوحيد. هل أنا يعني أفضل من الجميع؟ لا، يعني كل واحد مجبور يعمل شغله. كن عصاميا ولا تقول عظاميا. كل فلان النحويين القادمين ما وجدوا خطأ، هي شغلتهم مش شغلتي، وأنا مالي فيهم. أنا مسؤول عن عقلي مو مسؤول عنهم. هم كلهم لا، هذول أساطنة اللغة. من قال لك إنهم أساطنة؟ علشان تكون قدير لازم يكون عندك الحرية. هل كان عندهم الحرية؟ لا. هل هناك اليوم أساتذة الجامعات يعرفون اللغة العربية أفضل مني؟ 100% أكيد، 100% أكيد يعرفوا اللغة العربية أفضل مني 1000 مرة. لكن هل يجرؤون يقولوا 1% من اللي بقوله؟ لا. فهل تقول لي لا يا سادة الجامعات الدول العربية عمرهم ما حكوا بأخطاء القرآن معناته ما في أخطاء؟ لا، ما بصير. إذا ما حكوا لأنه خايفين على رؤوسهم. وأعطيك مثال واقعي. صديقة لي تعلم تدرس في كلية إسلامية في إحدى الدول العربية، سألت للأستاذ سامي الذيب يدعي أن في القرآن أخطاء لغوية، جواب، هي قالت لي الجواب بتاعه كان يا بنتي اسكتي اسكتي خليها مسطورة، أنا عندي أولاد بدي أعشيهم. إيه معلوم شو هو ليش يتعب حالة؟ ليش أتعب حالة؟ والله لو يقول إنه في خطأ واحد بروح الشكوى عند المدير الجامعة، ومن مدير الجامعة لرئيس الدولة، وثاني يوم بعلق لهم، وحدة نفس الليلة بعلق لهم مش نقف. فما تقول لي لا أستاذ الفلاني بفهم أكثر منك وما شاف الخطأ معناته أنت غلطان، معناته أنت خطأ. لا أخي، أنا عندي حرية هو ما عنده إياها، هي مش مشكلة معرفة. أنا مو أذكى منه ولا هو أذكى مني، لا، احنا نقول على نفس الذكاء، بس انا عندي حريه هو ما عنده حريه. هو اكيد لو انه عنده الحريه لكل مقام مقال. هو لو كان في سويسرا وفي وضعي انا حيقول اللي حكيته، بس ما دام انه هو في ليبيا، في سوريا، في العراق، في السعوديه، لسه حد يسترجي؟ اتفضلوا. انا قلت لهم اعملوا مؤتمر في جامعة عربية حول أخطاء القرآن. تعرف الأستاذ شو بقول لي؟ طب وإحنا نروح ننام بالشارع؟ قال لي هيك، قال لي يعني إحنا نعطيك المنصة تحكي فيها بأخطاء القرآن، وإحنا أساتذة الجامعة نروح ننام بالشارع يكون معناش علم. إيه؟ من ثاني يوم يطردوهم كلهم من الجامعة. إيه؟ فما تقوليش يعني السابقين لم يجدوا أخطاء. طب السابقين واللاحقين لم يجدوا أخطاء. كم عندنا أستاذ جامعة نابغة في اللغة العربية
ولن يقر بوجود خطأ واحد. يعني ما في أخطاء؟ لا. أنت شوف ليش ما بيقول؟ لأنه هو ما بيسترجع يحكي. فما تجيش كل مرة تقول لي جحابذة أساطنة اللغة العربية في القديم لم يجدوا أي خطأ، وأنت الآن جاي تدعي أنك وجدت 2500 خطأ. يا مدعي يا مفتري، لك يا أخي أنا شو بدريني فيهم هل وجدوا أو ما وجدوا؟ أنت متأكد أنه كتب الرازي، كتب ابن الرواندي وصلتنا، كتب أبو العلاء المعري، هل بتعرف إذا كل كتبه وصلتنا؟ هل هذول ما كانوش عندهم علم أنه في أخطاء في القرآن؟ ها؟ إيه؟ هنا المشكلة. فأنا هاي، وعلى فكرة هاي الكلام اللي جابته أختنا هذا يردد علي يوميا، يعني هو مش جديد علي، يوميا في ناس بتصلوا بي بيكتبوا لي إيميل أو بيكتبوا لي على الفيسبوك أو على غيره، بيقولوا لي أنت مدعي، أنت مفتري، أنت شو بعرفك باللغة العربية؟ بيقول لهم كويس جيبوا لنا أستاذ يفهم العربي وخلنا نتكلم مع سوا، يدلني أنا مستعد أتعلم. بس مين يسترجي؟ مين يسترجي؟ يعني خلص إذا هم ما بيسترجوا إحنا ما نحكي؟ إزاي حتتقدم المعرفة؟ هم لازم يشكروني مو يلوموني، إيه، ويساعدوني أجد أخطاء أخرى. وتعهد إنه لن أذكر أسمائهم. هم خايفين على روحهم، يعطوني إياهم وأنا مستعد أدخلها بطبعات الجديدة بعد سنتين عن القرآن مشان نشوف. مثل ما أقول لك يعني القرآن بين كل خطأ وخطأ خطأ. تفضل. في أسئلة أخرى؟ ضبطنا بينا، وأنا أضم صوتي لصوتك. يعني هلا أنا ماني مثلا رجل زماني حتى أطلع برنامج جهر بالإلحاد، هناك ملايين الشجعان اللي ممكن، ولكن الحرية اللي عندي ما موجودة عندهم حتى. صح، مثالك صح، يقولوا صح. ورغم ذلك، مع أنه نحن بلندن، ورغم ذلك يعني مهددين بالقتل بأي وقت، رغم ذلك يعني المشاكل اللي نتعرض لها لا تحصى. يعني إذا ما بنحكيها على الشاشة ما معناتها أنه ما نتعرض لمشاكل، فالناس كلها ما هي مستعدة تدخل بهالمشاكل هاي، ولكن نحن وجدنا فرصة للحرية ولو جزء بسيط. يعني هو الانترنت اللي قدمنا الكفار من 10 سنين وجاي، ولا قبل ما كان في انترنت الناس أكيد حكت، والتاريخ يكتبه المنتصرون يعني معروف. نسهل عليك العمر، نقدم طلب لجامعة هارفارد ونقول لهم عايزين نعمل محاضرة عن أخطاء القرآن، هل حيقبلوا؟ لا. نقول لهم عايزين نعمل 10 ساعات دراسة، احنا حنعمل معاك 10 حلقات، يعني 10 ساعات، مستعدين نعمل 10 ساعات مجانا لجامعة هارفارد عن أخطاء القرآن، هل جامعة هارفارد حتقبل؟ لا. لأنه ليش؟ لأنه السعودية بتدفعها 10 أو 20 مليون دولار بالسنة، فهي علشان 10 محاضرات مقطوع الذنبي سامي الذيب يخسرنا 10 ملايين؟ لا، الدهية تأخذه لسامي هاب. فما تقوليش إنه أساتذة ما حقوا، هم بيسترجوا يحكوا أصلاً، هم بيسترجوا يحكوا. أنا أتحداك تقنع جامعة الأزهر أو جامعة هارفارد أو جامعة أكسفورد أو جامعة السوربون أو أي جامعة أخرى تقبل إني أعطي 10 ساعات محاضرة عن أخطاء القرآن، وحتشوف الرد ويكون عندك الجواب اللي تستريح له. تفضل إذا في أسئلة أخرى. في عنا سؤال بصراحة عم بيقول أيمن، هذا نفسه بيقول اللغة العربية وضعت قواعدها بناء على القرآن. هذا بس ينبهنا أنه في تنبيه عنده أن اللغة العربية وضعت قواعدها بناء على القرآن، فما ردك؟ أيوة صحيح، استعمل القرآن لوضع القواعد للغة العربية، لكن ليس فقط القرآن. والمشكلة أنه في القرآن بذاته في قواعد، لكن هو ما التزم بها. يعني أستاذ اللغة العربية ممكن يخطئ باللغة العربية، فإذا أنت تعتمد على النص القرآني، إذا القرآن عامة رفع الفاعل ومرة شفت أنه لا نصبه، مجبور تقول هذا خطأ.
في بعض الحالات، وقلت لك أن هذه الأخطاء، كثير من هذه الأخطاء تم تصحيحها في القراءات المختلفة، يعني اعترفوا أن هناك أخطاء وفقا لقواعد اللغة العربية، هناك أخطاء. وبعدين هي هناك منطق، كيف ممكن أن تتكلم بالمفرد ثم تذهب إلى المثنى؟ هل أنت محتاج لكتاب قواعد هذا؟ هذا فقط عقل، مش معقول. كيف ممكن تقول أنا لا أكله؟ أي لغة في العالم تقبل هذا الحق؟ ابعد عن العربي، ابعد عن العربي، خلينا نحكي فرنسي. هلا تحكي أنا نأكله، والله بحسبك مجنون. إيه؟ لأنه هناك منطق باللغة، منطق باللغة. أنا آكله وليس أنا نأكله. فإذا واحد قال أنا نأكله، ما تقوليش لا هذا القواعد بنيت على القرآن. لا أخي، لا، هناك منطق باللغة، باللغة بعلم اللسانيات هناك منطق. فما تقوليش انه وبعدين مو كل القرآن على نفس الوتيرة. هناك ما هو بليغ وما هو ليس بليغ، وهناك ما هو صحيح وهناك ما هو خطأ. يعني حتى أستاذ الجامعة بيخطأ في بعض، حتى اللي بيصلح الإنشاء ممكن، أو الأخطاء اللغوية هو ممكن كمان يخطئ. فالقرآن غير معصوم بحد ذاته، يعني لا يمنع أنه أوقات يكون جاب كلام صحيح، ولكن في أوقات هو في الغث والسمين. فما تقوليش أنه علشان هو في القرآن فكله صحيح، لا. يعني أستاذ اللغة العربية، مش هو بيعرف القواعد اللغة العربية؟ أستاذ اللغة العربية بيكتب كتاب ممكن 50 صفحة ما فيش فيها ولا خطأ، بعدين صفحة تشوف فيها 10 أخطاء. لك كيف ازاي اخطأ؟ هذا أستاذ اللغة العربية، بنعتمد عليه مشان نفهم اللغة العربية. منيح بس أخطأ، شو أقول لك؟ هو مو معصوم على طول، مو معصوم على طول. نفس الشيء اللي كتب القرآن كان يفهم اللغة العربية، لكن ممكن إنه مو الوحيد اللي كتبه، واحد غيره كتبه. أو قلت لك ما هو ممكن إنه واحد ضاع جزء منها، ضاع جزء من القرآن، فلهيك طلعت الخربطة. فأعطيتك 3 أسباب، إنه الواحد ما كانش يفهم عربي منيح، أو ثانيا إنه كان عنده خربطة وش بعقله، أو ثالثا إنه ضاع جزء من القرآن. ووضحنا إنه هناك تم التغاضي عن قواعد اللغة العربية للحفاظ على السجع، وهنا واضح. ما تقوليش إنه هذا مش خطأ، لا، خطأ ونص. وعلشان الله قالوا، وعلشان اعتمدنا على القرآن، ومعناته كله صحيح، لا لا، لكل حصان كبوة، حتى ولو الحصان ممكن يقع. تفضل. طب كتبت لي عم تقول إنه أنا لم أقصد هذا، أقصد أن القرآن لم يكتب في عهد محمد، قول أنني سها من، أقول أن سها من تونس، تقول أنني سها من تونس، سها من تونس. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. فهي قصد أنه هي قصد أنه القرآن لم يكتب في عهد محمد. يعني هو مهما كان العهد، حتى لو كتبته اليوم، احنا ننظر له كنص لغوي، احنا ننظر له كنص لغوي، نتتبعه كنص لغوي. لن ندخل في تاريخ القرآن، لان هذه مشكلة اخرى، تاريخ القرآن واصل القرآن ما هو. هناك من يقول انه كان ربما اصل لغات اخرى وترجم الى اللغة العربية، وكما قلنا المترجم اللي ترجم القرآن مثل كتب ارسطو هي اللغة اليونانية، ثم تم ترجمتها للغة العربية. ولكن اللغة العربية ربما فيها فوات، لأنه مخطوطة ربما تاعت أرسطو ما كانتش كاملة، أو اللي مترجم ما كانش مترجم كويس، يعني ما نترج. بس إحنا لما نحكم على الترجمة، الترجمة العربية لغويا اللي عملها المترجمون السريان عن اللغة اليونانية، نحن ننظر إلى إذا كانت الترجمة لغويا صحيحة أم لا. وأكيد إنه لو المترجم بدأ بالمفرد ثم تكلم بالمثنى ثم في الجامع أو ما شابه المتكلم المخاطب الغائب، هنقول له أنت غلطان،
ما نعتذر، نعتذر، أنت خطأ، غلطان، مو مشكلة. تفضل، هل هناك أسئلة أخرى؟ إيه، مش سامع، مش سامع، مش آسف سامع. آسف نبيلة، تفضل. أظن وصلنا للساعتين، بس في عندي سؤال بدي أسألك إياه، وطبعا أنت مجاوبنا عليه كثير مرات بهالسؤال هذا، ولكن للمسلمين اللي الجدد اللي بيدخلوا بيشوفوا حلقاتك، كيف بتريد المسلم يقرأ القرآن؟ كيف بأي طريقة يقرأ القرآن؟ إذا تعطينا رأيك تفضل. شوف شوف، المعرفة هي تراكم معلومات، المعرفة تراكم معلومات. إذا أنت أخذت كتاب السعودية، طبعة القرآن للسعودية، وتقرأها من أول لآخر، ما فيش فيها ولا شيء تراكم، لأنه هذا هو النص. هو أنا أنصح اللي عايز يقرأ القرآن يبدأ بطبعة العربية للقرآن، ليس مدحا لي، ولكن اليوم هي الطبعة اللي أكثر توسعاً في جميع المشاكل اللي تحيط في القرآن. ليه؟ لأنه أنا اعتمدت على عدد كبير جداً من الكتب، وليس للشخص وقت ليقرأ كل هذه الكتب، وهذا تخصصي، ولا أدعي أني أنا معصوم، لكن هناك في هذه الطبعة تراكم معلومات، وستساعد يشحذ عقله. هلا انت اخي الفاضل، مش احنا قرانا بعض الايات ما فهمتهاش بالاول، وبعدين بدات تفهمها، أكيد وبعدين هذا هو الاسلوب. يعني انت تقرا القران بعين مفتحه، تتدبر القران. مشان تتدبر القران يجب ان يكون عندك يعني بدايه، ما تقدرش من الصفر. هلا هذه الطبعه موجود فيها معلومات الله، معلومات ضخمه جدا، مئات المصادر تم يعني البحث فيها للتوسع في هذه الطبعة والهوامش والدنيا. وبعد ذلك انت استعمل عقلك وتوسع في الأمر. بل إذا تبدأ بالصفر يعني حتاخذ وقت عبين ما تصل للمعلومات الموجودة في الطبعة تاعتي. أنا سهلت عليك، أنا سهلت عليك. يعني انت لنفرض انك بدك تزرع بطاطا. طب منيح، بتروح على غابي تزرع بطاطا، بقول له لا اخي شوف، ما هي احنا عملنا سهل وحرصنا، وازرع البطاطا بالسهل اللي حرصناه اسهل لك. اما ان تروح تزرع لي بطاطا تحت الشجر ما بينفع. فهم علي؟ لازم تسهل الارض. او تاخذ سياره بتقول انا بدي امشي بسياره، بروح وين؟ طالع الجبل، نازل الجبل، ما بينفع. بقول له لا، احنا عملنا لك طريق اخي، وتمشي على الطريق، ومو مانع انك تعمل طريق اخرى، بس يعني بدايه بدك طريق. فما تبداش من الصفر تقول لا انا مشتري طياره وبدي اطير فيها. طب وين المطار اخي؟ لا انا بدي هدي مطرح ما بدي، بدي اوقف فوق الجبل. اخي ما بتمشي الامور هيك. اذا تحط حالك فوق الجبل بتروح انت والطياره بتاعتك. فاحنا نسهل طبعتي بتاعتي، سهلت لك الطريق، سهلت لك الطريق من دون ادعاء العصمة، من دون ادعاء العصمة. وبداية من هذه المعلومات توسع بها. وأنا بذاتي مثلا طبعة العربية بالقرآن أبدأ بها وأتوسع بها. أنا لا أتوقف عند طبعتي، بس ما أقدرش أبزع كل طبعتي وأبدأ أكتب القرآن من صفر. لا، حد حياخذ كل الوقت اللي أنا ضيعت، حيكون ضياع. المعرفة، نكرر، هي تراكم معلومات، تراكم معلومات. يجب أن تعتمد على المعلومات. قرآن مكي اللي بتوزعه السعودية بلاش، ما فيش فيه ولا تراكم، هذا فقط كتاب خبيصة، وحيسكر مخك بدل ما يفتحه، لن تجد فيه أي خطأ، أو صعب تجد فيه الخطأ. يعني لازم تعتمد على اللي سبقه. مثل شيء واحد بده يعمل سيارة، طب هو عمره ما شاف سيارة، طب كيف حيعمل سيارة من الصفر؟ لا، لازم تاخذ تشوف انه لها 4 عجال. كلها انا بدي اعملها 17 عجل، يا اخي هي 4 عجال منيح. ليش تغلب حالك ب 17 عجل مثلا؟ مثل هيك بهذا الحكي، يعني انت تبني معلوماتك على معلومات اللي سبقوك، تتوسع بها، تتوسع بها حتى تصل إلى القمة. وأنا طبعتي آمل أنه الناس يأخذوها ويزيدوا عليها. مثلا أنا أضفت الفاصلة والنقطة وعلامة الاستفهام ومثل هيك.
هاي أول مرة بالتاريخ القرآن يدخل عليه الفواصل والنقط وعلامة الاستفهام. طب أنت بتقول هذا خطأ، منيح صلحه مو مشكلة، صلحه مو مشكلة. يقول لي هذا كله خطأ، منيح اعمل لنا إياه أنت، خلص ريح نفسك، ريح نفسك، بس ما تخليناش على طبعة السعودية. طبعة السعودية ما بتعرف الجملة فين تبدأ فين تنتهي. أنا بطبعة العربية للقرآن على الأقل عندك النقطة تقول لك هنا تنتهي الجملة، وعندك الفاصلة، عندك علامة الاستفهام، علامة التعجب، ومثل هيك. فهذا يساعد، أنت ظبطه إذا ما عجبك، مو مشكلة. أما بطبعة السعودية أتعبت حالك بلا فائدة. هذا للكعبة وللمتاحف، مو للقراءة. القرآن بتاع السعودية مو للفهم، ده للبصم، للبصم بس، يعني مثل ببغاوات. اللي عايز يكون ببغاء يدرس قرآن مكي، اللي عايز يفهم يدرس طبعتي أنا، وليس تفاخرا. أنا مش جايني منها فلوس، يعني ما يكون لما جانا حاطة تحت تصرفكم، أنا صرت عليها الليالي والأيام حتى أكتبها. إيه؟ اتفضل. شكرا نبينا. بس في سهى عم تقول لي بتقول لي قول لنبينا سامي اني سهى من تونس وهو يعرف كتاباتي، اقصد ان وجود الاخطاء يدل على ان القران لم يكتب ابدا في عهد محمد. لا، انا احترم اخت سهى واقدرها واعرف كتاباتها فعلا فعلا، لكن انا لا، هنا المرحله اللي انا فيها هي مرحله الاخطاء، وأبحث فيها لغوياً، وحتى أدخل فقط في موضوع محدد، كل مرة موضوع محدد تخصص. مثلاً اليوم الالتفات، هل أنت أخي جان سمعت بقصة الالتفات من قبل؟ صدقني لا نبينا. يعني استفدت منها شوي. أكيد أكيد بكل معنى الكلمة. هذا الهدف. أما لو إحنا رحنا على جميع الاتجاهات، على جميع الاتجاهات، مش حتصلك الفكرة. وإحنا بدأنا بأمثلة مبسطة مشان واحد استعد تراكم معلومات. الحلقة القادمة أخي عد نفسك، لأنه الحلقة القادمة حتعرق إذا ما فهمت الحلقة الأولى هاي اللي عن الالتفات. الحلقة القادمة حتصير تسب الدين، يعني مو بالسهل، مو بالسهل، بتقول على أبو هذا توهنا سامي شو بتقول. لا اسمع كويس هذه الحلقة، لأنه الحلقة القادمة حيكون امتحان عصيب. أنا راح أحط الحلقات هاي في بلوحة كاملة، أخطاء القرآن بصفحة لحالة، تمام، تبع حلقة تلو الحلقة، يعني الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لحتى نصل. طيب نبينا، انا شكرك كثير على الوقت الطيب اللي اعطيتنا اياه بصراحه، والكنز القيم اللي اعطيتنا اياه، يعني شيء رائع. انا لم اتوقع يعني اشوف هيك اشياء بصراحه، يعني شوف. ولا انا كنت سالتني اخي عن موضوع الالتفات قبل عدد سنين، ما كنتش اعرف شو هو الالتفات. يعني انا اتعلم كل يوم، انا اتعلم كل يوم، يعني كنت في مرحلتك ومرحله غيرك، بس أنا ضيعت أيام وليالي مشان أكتب عن الالتفات. وأنت تتصور أنت تأخذ كل القرآن وتأخذ عدة رسائل دكتوراه وكتب ومثل هيك وتبحث. يعني أنا درست عدد كبير من كتب التفسير حتى أشوف كلمة الالتفات فين أجت، وشوف التحليلات. فالشغل متعب، يعني الالتفات هاي بدك نص سنة شغل، نص سنة شغل حتى ترتب الأمور وهتدخل الملاحظات في الهوامش. مو بالسهل، مو بالسهل. على كل، حملوا طبعة العربية للقرآن وارجعوا الهوامش وحتى على المقدمة، واكتبوا كلمة التفات، حيجيك على كل المواضيع اللي كل الآيات اللي جاء فيها التفات التفات، وهكا تفتح مخك، لأنه هذا جديد. أقول لك على 99% من المسلمين على الأقل، حتى على 99 من طلبة الجامعة العرب، لا زاهر أكيد بعرفوا شوية، يعني على الأقل جزء، لأنه ما درسوها بمتوسع، إلا اللي عمل دكتوراه عن هذا الموضوع يعرفوا. ما تتفكر إنه عشان درست الأزهر بتعرف كل شيء عن الالتفات، لا،
لا، لأنه الجامعة هي فك حرف، يعني هي اللي محو الأمية. الجامعة بعدين أنت تتقدم، أما اللي تجيب لي واحد أزهر من اللي خريج الأزهر هذه السنة وكله أعطيني عدة أمثلة عن الالتفاف، ما بيعرف، أو بيعرف بجوز مثل مثلين والباقي ما بيعرفه. طب أعطيه، أنا أعرف عن الالتفات أكثر من شيخ الأزهر الكبير أكيد، يعني شيخ الأزهر أو مفتي الجمهورية مصر أنا أعرف الالتفات أكثر منه، ده أكيد. هذا مجالي، مو مجاله هو، هو مجاله الكذب. إيه يكذب، يقول الدين متسامح وإحنا وسطية وحق فارغ، هاتوا يا ناس هاتوا، وين الطبيخ؟ وين السيارات؟ وين التشريفات؟ وين الهدايا؟ أنا مو شغلتي يعني. أنا بدور على كلمة وين راح الجمع، وين المفرد، وين المثنى، وين المخاطب. بالضبط، نحن نبحث عن أخطائهم. أيوة، هم ما بيقدروا يعملوا مثل هيك، ما عندهم شغلة، عندهم شغلة أخرى، هم بركضوا ورا الفلوس والشهرة. صحيح. أنا لا فلوس ولا شهرة طالب. وبعدين أنت ما دفعت لي فلوس عزيزي، ها؟ الماسونية العالمية أخرت علينا هالشهر، بدك لا خلص، ما توصى بيا، توصى بيا ثاني مرة، توصى بيا، قول له بعد سامي مسكينة على حالك. لا يعني مشان أقول لك، يعني مشان أقول لك، لو إنه الأزهر، شيخ الأزهر ما بيدفعوه فلوس، والله بروح بكلس الشوارع. لأنه شو جاي؟ هو بده شهرة وفلوس، مو علم. لا ولا بهمه العلم أخي، هو بده الاستيري فقط، يمضيه على خير. بده تفضل يعيش احنا ويكون في جاه وخدم وحشم عنده تمام وشهرة، وهذا هذا المطلوب منه يعني. تمام 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 انا ما عندي سيارة، كلها بايسكل، دراجة، بمشي على دراجة، تشوفني في الشارع والله بتتحسن علي، بتفكرني فقير شحات. وحشونا بيبقى وحشونا. اخي الفاضي بدي احكي لك نكتة. تفضل. مرة رحت على عمان، اخر نكتة، رحت على عمان اشتري كتب، ها؟ فانا روح وين سكنت؟ في دير، في سكنت في دير، يعني صديقي لي رجل الدين قال لي تعال خذ غرفة عندنا، فرحت عنده. فيوم انا راجع حامل رزمة كتب على ظهري وملابسي وسخة من شوارع عمان، تعرف الدنيا عايفة حالي وحرقان، والصالون تعبونا الخوري، صالون تعبنا الخوري كان مفتوح، ها، والناس جايين يشربوا القهوة عندي. وأنا دخلت أسلم على أبونا الخوري، واحد بيقول لأبونا الخوري: أبونا هذا مسكين، أعطيه حسني. والله قالوا له قدامي، قالوا له: أبونا هذا مسكين، أعطيه حسني. فاهم علي؟ قالوا يا ناس هذا باحث. هاي صارت فعلا، هاي صارت فعلا معي، صار يضحك والله. نعتذر نعتذر، فكرناك فقير شحان. صدقني صدقني، الباحثين الحقيقيين هذا هاي هيك بيكون وضعهم يعني. انا بقول لك لو بتلاقيني بالشارع تتحسن علي، بتفكرني شحان. محشوم مدينة، محشوم. تعرف بدي اخر نقطة، تفضل. عندنا هنا لما بتقطع اغصان من الشجره مثل تحطهم على مكان معين هيك، وبعدين بجرشون بيسووا منهم غازات مثل هيك. فانا عندي بستان صغير، بجيب اغراضي بحطهم هنا. بيقول لي: انت بتشتغل موظف عند هذول الشركه تاعتهم الحدائق؟ قلت له: لا. قال لي: وين بتشتغل؟ قلت له: انا بشتغل في المعهد الفني. انت؟ قلت له: شو اسوي لك؟ هذا هو، هو شافني فكرني فلاح، فلاح جاي. صحيح انا فلاح، ده مو زعلان يكون فلاح، بس يعني بقول لك انا لا ادور لا على شهره ولا على مال. الشيخ الازهر همه السيارة والطيارة والأكل والتشريفات والفلوس والدنيا كلها جاية على راسه، والكذب هذول ما هي بركة عنده، الكذب عنده بركة، هو بيكسب بيهم أشر. بيختلف، بيختلف. نكتفي هنا، نكتفي هنا بالنكت وبالحكي. أنا أشكرك نبينا، أشكرك كثير. وطبعا أنا بس بدي أنبه أصدقائي المتابعين إنه هاي قناتنا جديدة، طبعا قناتنا القديمة سكروا لنا إياها الأخوة المسلمين كتر خيرهم، فأتمنى منكم المشاركة. وطبعا نحن سوينا قناة جامعة على كل
المتنورين على قولة نبينا سامي الديب. القناة موجودة، اللينك تبع تحت الرابط، رابط الفيديو، وراح يكون نبينا سامي الديب كمان أحد أعضاء الجروب اللي راح ينشر فيها كمان بالمستقبل. فبتمنى الاشتراك بالقناة الجديدة. هي نحن حاليا مسمينا شبكة ملحدين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن نبينا عنده رأي آخر، وراح نشوف مع الأصدقاء الآخرين. كويس نطرح الفكرة على المشاهدين، نقول كلمة ملحد هي صادمة للعالم العربي، فحنستعمل كلمة مجموعة التنويريين. مجموعة التنويريين، ليش احنا نصدم الناس؟ مو ضرورة، المهم نوصل. احنا عايزين عنب ولا نقاتل نواطير؟ عايزين عنب، فاهم علي؟ فاحنا ناخذ اسهل الطرق، اسهل الطرق، فتسموها مجموعة التنويريين، تضم الملحد والمؤمن واللي تريده، فاهم علي؟ بس ما نصدمش المستمع. شو رايك نبينا نساوي استفتاء على هالفيديو هذا؟ تمام، اكتبوا آراءكم اصدقائي. تمام، حلو جدا، ممتاز. نشرك الجميع بالفكره. ايه تمام، يعني تريدوا نسميها شبكه المتنورين مثلا الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ام شبكة التنويريين؟ اوكي، ايوه، ام الملحدين؟ ايوه، والسبب اللي انا اقترح هذه الكلمه حتى لا نصدم المستمع اللي مش متعود على كلمه ملحد، لانه كلمه ملحد ملغومه، فنبعد عن الالغام على قدر الامكان حتى نوصل صوتنا. احنا بدنا عنب، ما بدنا نقاتل نواطير. صحيح، هاي حكمه فلاحين. وعلى كل راح يبقى الاستفتاء مفتوح لاسبوع، واخر الاسبوع احنا بناخذ الاستفتاء وبنسمي الشبكه. وعلى كل احنا بالبدايه لسه، وانا بتمنى طبعا من اصدقائنا الملحدين واخي، ليس بالكثره، دير بالك، هي ليس، لا يقول انه الاكثريه تصوت لهيك او لهيك، هو استئناس برايهم افضل، لانه ربما هم ليسوا متخصصين في بعض النقاط، او ممكن يدخل معنا واحد سلفي عايز يكسر علينا، قول سموها ملحدين مشان يخرب علينا. انت حتعرف ايه افكاره هذا الشخص اللي كتب لك مع حياه او حاجه، هي بس يعطوا الاسباب. احنا اللي يهمنا يكتبوا لنا ما هي الاسباب اللي لاجلها يختار هذه الكلمه بدل هذه الكلمه، حتى يساعدنا نفكر، لان انا خاف انه يجي من دسين ما يفهمون بالموضوع اي شيء، ويجوا فقط بقصد يخربوا عليك وعلينا وعلى الجميع، فهم علي؟ هذا الهدف. تمام نبينا، تمام. ما بتكون الا رضيان يعني، ولا يهم. لا 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 ولا لا، بالعكس، انا يعني من خدامكم الصغير. العفو نبينا، نحن خدامينك، ويعني نحن كثير فرحانين بصراحه بهالكم الشغل اللي عم تعمله، من مجهودك ومن حياتك. يعني انت كان بامكانك كل نهار تروح على بلد تصيف تصيف، وبدل ما تقعد هون وتعطي يعني تاخذ من وقتك ساعتين كل يوم اقل شيء قدام الكاميرا. يعني صحيح، عندك السبت وعندك الاحد، وما عدا البحث طول الاسبوع عم تكتب. لا بس ما هو اللي هو فرحتي، انه يعني اقدم اللي استطيع اقدمه، هذا هو. من يعطي هو مسرور اكثر مما ياخذ، لا تنسى. تفضل. وهذا ما انت تفعله اخي الفاضل، لا نريد ان نعطي عطر على الواحد على الثاني، لكن انت اللي تسمع صوتنا، فشكرا لك. شكرا كثير نبينا، شكرا. طبعا اصدقائي، بعد نص ساعه تمام راح نبدا حلقه اخرى مع الاخت زينة ابراهيم عن التمييز ضد المراه في الاسلام، وهي اول حلقه تطلع معنا في برنامج الجهر. سورية طبعا، من سوريا، من بلدي، واول سورية اظن تطلع معي ببرنامج الجهر. فخلوكم معنا بعد نص ساعه تمام راح نبدا بالحلقه مع الاخت زينة. شكرا كثير نبينا. شكرا لك وشكرا للجميع، وسلام للاخت زينة. شكرا نبينا، الى اللقاء اصدقائي. مع السلامه عزيزي.